تيست تيست مايكروفون اوف اون. كنسلموا على كاع المغاربه في كاع لي زون اللي كيسمعوا لينا في الراديو ديال الدار ديال الطوموبيل ديال التليفون. حلقه جديده في ستون، حلقه جديده مع ضياف جداد وبقصه وفيلينغ جديد. قبل ما ندوز عند ضياف ندوز عند العائله. ما بقيتيش كتقول ندوز عند صحابي، ندوز عند صاحبتي. بقينا انا وياك في الراس. فين كيفاش بقينا في الراس؟ كاين الناس كيدير مريم لاباس عليك مزيان وجيتي ريحتي انا هنا. زكريا فين شاده؟ زكريا مريض. متاكده من انه مريض؟ حيت عندي شي اخبار كتقول بلي ان زكريا اليوم كيوجد الله يسهل عليه الزواج ديالو. كنتمنوا لك كل خير اخويا زكريا اللي كتسمع لينا. تهلا في ديك السيده والحمد لله. مشيت زغريتها مريم، مشيت زغريتها على صلاه. ما بغيهاش زكريا عزيز عليا. علاش باقي الحال؟ علاش باقي الحال؟ باقي الحال. وانت صغير انت برتي تبورينا كامل. معنا جوج فنانه عزاز علينا بزاف، وقيلا هما الوحيدين اللي في العالم العربي. وقيلا انا كنموت كنحب اخو اخت فنانه ديال بصح تقاتلوا حيت تعرفوا لي استوار ديالهم. بغينا التهلال رجاء عمر بالمليون. انا كنت حاضر في الكونسير اللي كنتو درتو في 2022، كان كونسير واعر بالضبط 20 ماي. كان هو اول شو ديالكم اللي غادي ديروه في المغرب، وشفت الجمهور كيفاش كان كيتفاعل معاكم في ذاك الشو. اي حاجه طلبتوها منه كيديرها، الموسيقى حافظها، لقيتها كتسكتو نتوما هو كيكمل الغناء، لقيت اللي هبطتو عندهم عرفتي باش حسوا تما. لقيت كنشوف الانرجي والطاقه اولا القوه ديال الموسيقى على الجمهور. وقتاش نتوما قدرتوا توصلوا وتحسوا باللي الموسيقى عندها قوه وعندها تاثير وعندها سحر على الناس؟ عاقل كنت تفرجت في واحد الفيلم ديال جاستن بيبر، راه كدوي على واحد 2010 ولا 2009. كنت شفتو هذاك الفيلم يمكن شفتو شي 3 ولا 4 مرات، وتالمون بكاني ديال بصح. وكنت كنقول انه ما كرهتش شي نهار حتى انا نولي في بلاصتو، وحتى انا شي نهار نغني اغنيه والناس يردوا يعني يردوا معايا الاغاني ديالي. ومن صغرنا زعما فاش كنا صغار كنا في المدرسه، كنا في الحمام كتكون سميتو كيجيو عندك الدراري كيقول لنا غنيو لينا غنيو بصوتكم زوين. حيت كيكون الايكو كيكون الايكو زعما كاع حتى لا فوسطي ديك السابي كتكوني صغيره ما كيركزوش. ما كتدوش ماشي في حمام داخل بقبابك حنا الحمام بقبابنا مع الدراري ولا الدرب كنبقاو نغنيو حدا البرمه عاقل عليها. وخصوصا قال وكنكونوا في الحمام زعما نوراجع كنقول كيفاش هادشي واش كيدير ريمي تاب في الحمام ولا شنو؟ حنا والكساله بلي ما راه الطيابه كدوش تماما. دونك كان عنده تاثير قوي. وقلتي بغيت نولي بحال هاد القضيه، نفس القضيه طرات لك رجاء؟ لا بالمره رجاء عكس. ما عمر كان عندي زعما الحلم ديال نكون مغنيه ولا. جيت لقيت راسي مدفوعه في الدومين، جارني معاه والو. حتى انا الوقت اللي كانت خرجت كنا درنا الكافر وكنا خرجنا اول سينجل ديالنا، انا راه باقا خدامه. كانوا كيجيونا مثلا حفلات في شي قنت كنقول ليها ما نقدرش نمشي معاك، خاصني ناخذ كونجي باش نمشي معاك. تالمون فهمتي ما كنتش واخده الوسط الفني زعما شي غيكون زعما مستقبل بالنسبه ليا ولا غنفرح فاش نتلاقى بالناس ولا. كان زعما عندي داك الشيء زعما غادي جاي جاني هذا الاحساس اللي قالت رجاء. جاني احساس ان عمر فاش كان صغير كان عنده حلم يكون مغني. رجاء واعره كتغني زوين ولكن ماشي هو الحلم ديالها. شنو كان الحلم ديالك ملي ماشي هو الغنى في ذاك العمر وانت صغير؟ كون مرسمه وبراقيه صافي، يكون عندي التامين الصحي وخدامه بصالح. هذا هو الحلم، يكون عندي بيرو ديالي وتكون عندي طوموبيل ونوقف في شي ستوب ونجهد الموسيقى. صافي هذا هو الحلم ديالك. حلمت فيها. شنو البيئه الموسيقيه اللي كبرتوا فيها؟ علاش كان كيتصنت الوالد الوالده؟ ماما الشعبي مصطفى بورغون. مصطفى بورغون الوالد ديك غضبانه ومالك وسير سير سول امك. كانت جميع الالبومات ديال مصطفى بورغون عند الوالد. وكيبقى فك كتحس به ولد الناس واخا شعبي كان حنين. وتحيه لي ماما. كان بحال دابا تضارب هي وخالي في كاسيه مات الكاسيطه، بحال دابا يقول لها صبني لي الجينات وشي حاجه وتقول لي لا. كيمشي كيهز كاسيطات ديال مصطفى بورغون ويلوحهم لها من الشرجم ويقول لها سيري تبعيهم راه مصطفى انتحر. اقسم بالله كانت معروفه على ماما في العائله كتسطى على مصطفى بورغون وحق الله. دوك الشعبي الوليد
صباح فخر. داكشي ديال الطراب داكشي ديال المواويل هو ماماك بعاد شي شويه في الموسيقى بعاد بزاف السنوات الضوئيه بعاد فلاج وفي الصيف بيناتهم 10 سنين داكشي ماشي ماشي بزاف زعما صباح فخر عاد بعدا في الذوق ماشي زعما العمر عادي لا في الذوق ديال الاغاني زعما ماما الشعبيه داكشي. وانت فاش كنتي صغيره شكون اللي كان قدوه ديالك فنيا؟ قدوه فنيه بيونسي. بيونسي علاش؟ حيت كان كيعجبني لي شو ديالها حتى في الحياه ديالها انها تزوجات وخدامه هي وراجلها في نفس الدومين تيسوبورتيو بعضياتهم من بعد كانت عندها حياه ديال ولادها يعني ما خلاتش فهمتي كانت بيونسي من لي زارتيست اللي تياخذوا واحد البريك ديال عامين ما يخرجوا حتى حاجه باش زعما تنتبه لحياتها وتعيش وقت معين تعيش وقت معين في مع لا فامي ديالها. انا كنظن عمر جاستن بيبر لا ما مشيت جاستن بيبر لا كنت غادي مع اي شي واحد جي يطلع اي واحد شي فنان جديد يطلع جاستن بيبر وان دايركشن كانت مع تابع الموجه يعني هادو طلعوا دايرين ضجه خاصني نمشي ندير لهم كوفر هادو طلعوا دايرين ضجه خاصني نمشي ندير لهم كوفر كنت مع اي حاجه غير. رجاء عمر عطيتي ديز بناتكم واحد الفايب زوين بزاف كل ما كانوا ولا والديكم كل ما كانوش هما دي سيم ديال اليوم كانت كنتو زعما بنفس هاد التربيه غادي تكون بيناتكم هاد الفايب في نظرك؟ كنظنش حيت والدينا هما اللي ربونا زعما على انه ديما زعما مع بعضياتكم تكونوا مع بعضياتكم راه الا كان الا دار واحد فينا شي واحد تناكلوا عصا بجوج بجوجنا كتجمعنا ما كاينش داكشي ولا ضربنا انا وياه بجوجنا كنتخلطوا العصا فيك فيك دونك ما كاينش داك الميز ما بين رجاء وعمر لا هذه كان اختي كان هذه ركزتي فيها لا هذه ركزتي فيها شكون اللي كان محبور رجاء كتقولي زعما حنا لا ما نكذبوش العائله ديالنا كان عزيز على الدراري المغرب كله لا الدراري ديما عزيز لا زعما عائلتي عزيز عليهم الدراري الدراري ديما عزيز دابا المغرب كامل تاع عائله مريم كان عزيز عليهم مريم علاش هي الدري في العائله واش كاينه غير بوحدك لا كاينه ثلاثه بنات حنا بنات ومريم هاني جوج بنات ومريم ولا مدخلش واخد الدور ديال صاحبي زكريا لا ولكن راه بصح كنت عزيزه عليهم في الدار حيت كنت صغيره ماشي شي حاجه اخر العقود وقيل حيت صغير حتى هو حيت صغير لا 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 تخوالي نفس الحاجه جد الله يرحمها عزيز على اخويا عزيز عليهم الدراري شوف العائلات المغربيه واش دابا نتوما البنات حاسديننا حنا ولا شنو فهمتي لا 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 تيكون واحد لا حسد سمحي لي حسد حنايا والله تنعترضوا حنا الدريه حاسديننا انا ديما عزيز عليهم الدراري وسدوا على حقك انا مع الوسط وسدوا على حقك اخويا انت سمعني برافو برافو سيري هذا الشيء اللي كتقولوا نتوما عادي في مجتمع راه كون كانوا عند الغرب راه غادي نكبروا بعقد نفسيه شت تفايلوست كل شيء سكت مثلا لا يلا رجاء ما تيامنوش بهادشي ديال العقد النفسيه والمسكينه الدريه خصها الحب والحنان شنو كيتدير ما عندهمش معاش مع انه ملي كان صغير كنت غادي نقتلو وكون عقتلتيني وهمتني منك والله حتى كنت غادي نعيش شنو دار دخلت ماما واحد كان عنده شي 6 شهور ولا 7 شهور دخلت ماما قالتني جالسه فوق منه قاجه الغيره ديال الدراري 7 شهور 7 شهور والله الا بصح شنو قال لك دماغك باقا عقلا باقا لا باقا صغيره دابا هو الا عنده 7 شهور انا راه عندي شي عام وشي حاجه ملي كتكون ديك الغيره ديال الدراري الصغار اللي كتكون زعما لا اراديه ما ديك الساعه راه زعما جو نو سوي با كونسيونت قالت لي طلعت دخلت لا شومبر عتقاتهم بقاتهم جيف قاجاه سبحان الله عام ونص عرفت راسي قلت ما غناخذش حقي لا عام ونص والله ما نحدو ما حول لا هو لا ما عرفتش تبارك الله عام ونص وعرفتي كيفاش تقتليه بسيكوبات مشروع ديال الخراج والصفاء كانوا يبقاو يهضروا عليك انت ومع ذلك بقيت مناضل وعايش في هذه الحياه بقيت مناضل وعايش في هذه الحياه الى يوم الدين بصح راه ما سهلاش من عامين وانت من 7 شهور وانت مهدد بالانقراض عرفتي شنو هي حتى لهذا الانترفيو اللي حنا فيه دابا راه ما يمكنش الحمد لله شكرا رجعت حيت خليت رجاء كنتي كتلعبي مع عمر كره مثلا حيت هو دري كنتو كتشاركوا الالعاب ديال الصغر انا كنت كنلعب كره عمر ما عنده حتى
حتى هوايه تاع كره حتى حاجه. انا ما فهمتش دونك الحلقه 60 باي عمر ولا 60 لعمر ولا شي حاجه دونك 60 عمر. ولكن واش انا كنقول شي حاجه كنجبد من جنابي؟ شوف رجعوا لي المتنمر. بغيت المتنمر ينجع حيت بانت ليا راه داك الكرسي اللي لهيه جات تبدل هنايا. دابا انا بغيت نسولك عمر ولكن ما جاتنيش، واش كنتي كتشارك مع رجال؟ ما جاتش. لا والله لا لا ما كنت انا حدي عاق لي باتاغولات سميتهم هما اللي كانوا عندي الوحيدين، الهوايه الوحيده فاش كنت. ما كنتوش كتشاركوا شي لعبه معينه زعما انت وياه؟ كان عندنا واحد القرد كحل. واحد القرد كحل كيعاود نفس الهضره اللي كنقولوا. كيقول انا موكينا موكينا ماكارينا والناس زماني منيني مده طويله انا كروي ماكارينا 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 كيسكت وكنعاود نهضر كيقول انا كروي ماكارينا ماكارينا مومي انت دايرين بحال هكا والله. هذه كاين اللعبه اللي كانت ديالنا بجوج كيبقى عنقو يدير انبو هي ماكريا ماكريا كيعصب في العادي كندير كنخلي راجل حتى كتنعس وكنمشي نشعلو كتشخر ولا شي حاجه كنحطو فوق الفيترينه بكارطون وما عرفتش علاش تفكرتها ما عرفتش علاش زعما دايره ليه كرسي ديالو. وباي ذا واي هذه اللعبه باقي عندي حتى لدابا خازنه والله الا باقي عندي باقي كيغني نفس اغنيه باقي ما درتش ليه الحجره نشوف ندير ليه الحجره نشوف واش خاصو يغني شي حاجه اخرى. بصح القضيه اللي قالت مريم جات كنتي صغيره شنو الالعاب بحال البنات فهمتي شنو العابكم نتوما؟ بنتين لاستيك انك انت تلعبوا لاستيك ما لعبتيش انتوما معاهم؟ لا 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 حيت فاش كتكون دري صغير كتشد اختك صحه لاستيك هنا تبقى يتنقص بوحدها. لا 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 وقيلا انت كنتي كتلعبي اللعب ديال الدراري ماشي مونيكات وداكشي. علاش رجاء مسكين كنزيه الشواقر كنتي مورو بالدرب سلطان اخويا شنو ماما بغيتي مو انا لحد الان ما كنحملش باربي ولحد الان باربي كتجيني تخربيقه بار شنو نلعب مونيكا وبدا نهز لها في يديها وبدا نمشط لها في شعرها مالي ما لعبتش بمونيكا شريتي الكوزينه دوك والو شوفي الجهه الاخرى والو لا كوزينه لا ابارتمان لا فيلا لا حتى حاجه. الله يلا شوف تصفيقات لك بنت درب سلطان حسيت بنات دربنا وحق الله خليني ساكته. هادشي كيلبسوا معاك حتى هما سبرديلات ولاعبين معاك ماسه حتى لاعبين بوليس فار وبوليس. والله تحيه لخديجه اللي كانت كتحمي عليا في التاسعه كبيره والله حتى برافو عليك رجاء انت دابا تلاقي بزياش ما يقدرش يقول لك ميميك عليك غير يجي يسلم عليك. نسلخو نسلخو اختي. لا لا واخا في المدرسه هادشي كان عنده شي تاثير قريتو بعدا حتى ساعه عامين يعني تكونوا في نفس ابتدائيه الابتدائيه الاعداديه داوني الاعداديه البنات بوحدهم شنو الكونسيبت شنو تبقاش تلعب كره اللي حداكم نيت ام البنين حتى ام البنين راه كانت بنات حتى ام البنين كانت بنات وانت الغزالي وانا الباك وانا نمشي للميكس فين باك في الميكس والدراري والحيحه فين في الباك فين الباك عاد قريت مع الدراري فين ما عقلتش عليهم كي جاتك كي جاتك كي جاتك القرايه مع الدراري والله حتى واعر عرفتي فجرت هذاك العام حتى انت واقيلا حتى الباك السنين كلهم انا لا انا من الاول وانا كنقرا ميكس لا ديما ميكس لا الغزالي الولاد لا قرا في البقلاني بقلاني كان ورجع حنا قاريين في بقلاني بقلاني الغزالي اللي كانوا في بقلاني بحال الدراري انا قاري في بقلاني داكشي علاش حنا بحال بحال داكشي علاش دايز الجو زوين فهمتي حنا كاملين ولاد الدرب دوك ما عقلش عليهم حيت ما كانش كيمشي وي كاملين ما كناش كنمشي شوف ما كيجيش الحصص كنقراو على الحارس العام الهشيمي عرفتي دابا الصمعه ديال بقلاني طاحت الارض طاحت الارض لا 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 الله يلحشوا عليكم لا لا كانت زوينه لا كانت واعره لكم داك لي ديبلوم اللي عطاوكم خاصهم يسقطوكم باش تعاودوا بالعكس بالعكس باقي لاني تحيه لها علمتنا الاعتماد على النفس بلا استاذ يلا دابا وصلوا لهذا الشيء وكانت كتعجبني عندهم كانت كتعجبني عندهم ديك الساحه فين كنلعبوا كره اييه كانت مقنته مقنته ليه صح اللور كانت ورا منك للسوق فوالا تقدر تدخلها من السوق والله الا كنت في السوق تما ديال المدون وانت داخل لا تحيه للبقلاني والله تحيه لسي واعره والله خرج فراسك راه خرجات بزاف الفنانه من بيناتهم عمر لطفي عمر لطفي وياسين بن حميده بزاف الممثلين انت كانوا تما بحالنا بحال انا وعمر كنبقى واحد الليسي حتى كنلقاهم في التلفاز عمر في الليسي كنتي كتغني كتقصر جيتار كنت كنغني كنتي معروف ديك الساعه في البقلاني بالصوت
كانوا عارفيني هذاك المغني هذاك المغني، مي ديك الساعه كنت كنغني غير الغربي، ما كنتش كاع زعما حاط باي شي حاجه زعما شي نهار غادي نغني عربيه كاع. علاش فهمتي؟ حيتاش كنت كنشوف العالم العالميه كنشوف الهي. واخا شنو اللي خلاك دير ديك عامين قبل ما تمشي للانفورماتيك؟ شنو علاش قلتي الاقتصاد؟ داكشي اللي طلع حيتاش ما كنتش عارف شنو غادي ندير ورا الباك، تالما ما شنو غندير هادي ندير هادي، كل واحد كيجي عندك كيقول لك دير شوف هذا المسار شوف هذا الهادي شوف هادي، ديكو انا كنت مخربق. بانت لي مريم اصواب، تحيه لمريم اصواب، تحيه لمريم هي غتجي دابا شويه، قالت لي عمر اجي نديرو اقتصاد، انا راه انا نمشي لافاك معاك هادي وهادي، صافي مشينا بجوج. كتلقى راسك ضيعتي عامين، كتلقى راسك ضيعتي عام خديت كيكون المشكل ديال التوجيه صراحه في الثانويات ما عرفتش واش باقي، ولكن في الوقيته ديالنا كان مشكل كبير ديال التوجيه، كان مشكل بزاف كبير ديال كانوا فين كيصيفطونا كيصيفطونا لذاك المركب ماشي ذاك اللي فين كاين الكتوبه وداك الشيء، المعرض كتمشي ليه كتمشي كتبقى الدور، حنا كنبقاو عند فلا وما كاينش ما كتعرفش شنو باغي دير، ديكو كتبقى مخربق راجع بحال غير ضيعتي ديك العشيه. بصح رجاء انت تبارك الله قريتي التسيير. انا خديت الباك بغيت ندير الصحافه كيف ما قلت لك. ما بغاوش. علاش ما بغاوش؟ حيت هذيك الوقت كانت تتقرا غير في الرباط. قال لك لا احنا ما عندناش البنات اللي يمشيو يقراو بوحدهم ولا يسكنوا بوحدهم، باغ كونطخ كنت ميت عليها. من بعد ملي قال لك لا كيقول لي اوكي اش غديري، كنقول لهم اللي بغيتوا ديروا ديروا. صافي مشى داك زعما الشغف ديال نولي صحفيه و... صافي قلت لهم مشى بابا هضر مع شي صاحبو، داكشي اللي طرا مشى هضر مع صاحبو واستشرو قال لي هادي مزيانه ليها، قلت لي اوكي صافي صافي. حيت ما بقاش عندك الشغف صافي. قريت الكوميرس خديت الدبلوم ديالي، خديت من بعد ليسونس بروفيسيونيل في الماركتينغ وصافي. ومن بعد درت الماستر خديته في الماناجمنت. تبارك الله. الوقيته اللي نتي درتي الماستر ديك الساعه عمر دار لانفورماتي، دار ديفلوبمون انفورماتيك، خديت فيه ليسونس بروفيسيونيل. تبارك الله دراري قاري على ام اف ام. غندوزو نهضروا على اخر اغنيه اللي وصلت تقريبا للمليون، فهمتي؟ حنا راه نمشيو ما نمشيوش كرونولوجيا، نمشيو معاكم شويه هكا شويه هكا نرجعوا نخربقوكم. وصلت تبارك الله للمليون في اسبوع الاول، وكان اول مره اللي غنشوفكم كتعاملوا فيها مع محمد الرفاعي. واخا اغنيه ديالك بوحدها انا كنبقى نشرككم بجوج حيت نتوما بالنسبه ليا تيم. الدياسك ديال عمر اللي كيخرجوا بوحدهم كنعرف راه كاين رجاء، والدياسك ديال رجاء راه كاين عمر. اول مره تخدموا مع محمد الرفاعي في هذا الديسك، كيفاش جاتكم القضيه؟ الاغنيه راه عندي من 2020 من 2020 كان بروبوزا عليا محمد امير، قال لي راه اغنيه زوينه وهادي صافي تتمشي تتغيز. وكنت فرحت بزاف ان الالحان كانوا مع الرفاعي، حيت من ديما كنا كنقلبوا على دي ماكيت، كانت يصيفط لينا دي ماكيت هادي رجاء غتجيكم هادي هادي، ما عمرنا تفاهمنا في شي لحن معين زعما من الالحان ولا حتى من كلماته، حتى طاحت في تالين. وكنت زعما فرحانه بالفيدباك على الاغنيه. شنو الحاجه اللي من غير كورونا الحاجه اللي حبساتها؟ كانت تخرج في 2020 جات كورونا كنتي في الامارات واقيلا، كنتي تقولي ستوب حبست الموسيقى. انا اللي كانت غادي واحد الاغنيه نيت اللي غتخرج، كانت غتخرج في من ورا واك واك، ولكن صراحه الاغنيه شوف واك واك عطاتنا بزاف وكانت هي سبب انتشار وحتى واحد الستيل جديد تزاد للساحة المغربية، ولكن هرسنا حيت الوقت اللي نزلنا فيه واك واك كان كل شيء تحل وقلنا صافي ونخدموا بها وهادي وهادي. من بعد تعود تسد علينا في شهر 9 دونك أنا الأغنية نجحت لي لا أنا لا عمر، ولكن ما خدمناش بها رتح حفلة واحدة ما طلعناش بها. يعني هذه بالنسبة لي خلاتني نخاف على لي ماكيت وعلى الاغاني اللي عندنا، ممكن نزلها وترى شي حاجه وتعاود تسد، ولا ممكن تنزلها وما يكونش ماشي وقتها، فهمتي؟ باغ كونطخ حنا الاعوام اللي كنا قبل راه كنا اكتيف زعما في الاغاني، ديما منزلين اغاني، ديما كاين اغاني جديده في الساحه. مي دغنييغمون من ورا واكواك كنبقى كونسيونت على ممكن نزلها ما تخدمش، ممكن كنبقى داك التخوف. ومن غير محمد الرفاعي اللي شفناه وجه جديد معاكم في التعامل، كاين حتى واحد المخرج اللي جديد كاع في الدومين رضا الوهابي، كيفاش قدرتوا تثيقوا وتخليوا رضا الوهابي يكون هو المخرج ديالكم؟ رضا الوهابي
من شحال هادي وحنا كنقول لي دخل لهذا المجال، انا عارفو حنا حقاش حنا عارفين فريمون كيفاش داير الابداع ديالو. كنقولوا لي دخل لهذا المجال، دخل لهذا المجال، دخل لهذا المجال، هو بحال اللي كان شويه متهرب منه. فجات اغنيه رجاء، كان هنايا متواجد ديجا في المغرب حيت كان قبل في الاردن، قلنا لي دام انك انت هنايا وراجع غادي تخرج اغنيه، غادي تخرج اغنيه نباليو باغنيه رجاء ودخل لهذا المجال وما تعرفش شنو كاين، يعني حنا تاقين في القدرات ديالو في الاخراج. فهو هذاك الشيء هنا فين جات الفرصه انه خدم لحقاش كليباتنا كاملين، زعما كيكون حتى هو معانا وكيقول يعني كيشوف لا كاين شي غلط، كيشوف لا كاينين ديمودي في الدارو، فهمتي؟ فكيعطي الافكار ديالو. تحيه ليه بزاف، تحيه لرضا بزاف، وتحيه حتى لكم، لان شباب عارفين بقيمه الفرصه. اهم حاجه بعد خطرات نقدر نبينك، ولكن اهم حاجه راه هي ديك الفرصه اللي نعطيك. تبارك الله عليكم. الفرصه كتعطى سواء نجحات ولا ما نجحاتش، الواحد تيتعلم منها. دونك ما عندي لاش ما نعطيش مثلا فرصه ولا الثقه لشي واحد انه يدير معايا شي حاجه. شو المشكل الا فشلنا في شي حاجه؟ زعما ما عنديش مشكل. انا وحده اللي كنقول واخا اوكي انا ندير معاك التجربه ديال الاخراج، نعطيك دير لي الاخراج وهانت فشلتي فيها، اشنو المشكل؟ صافي نيكست، ديما تبقى خاصك نيكست، داكشي اللي هو ريحو في الخدمه وخلاه يعطي اكثر. شنو كتعالج الاغنيه؟ شنو الموضوع او الرساله اللي بغيتي توصليها اكثر؟ هو معاناه اي شخص مع الاشخاص النرجسيه، يعني اي واحد كيكون تيصبر بزاف الناس في حياته، ممكن يكون ما تيحترمش، ممكن يكون بزاف د الحوايج. دونك الموضوع هو تالين، اوكي انت صبرتي اليوم، صبرتي غدا، تدوز 20 غلط، تدوز 40 100 غلط، صافي تالين غادي يبقى الواحد كيصبر. دونك هذا هو اللي شدني في كلمات الاغنيه. بصح وبزاف البنات صديقات ديالي كيكونوا علاقه مع شي نرجسي، كيكون عندهم داك الهوب، داك الامل تاع لا راه غيتبدل، وكتلقاها دوزت 10 سنين 15 عام وفي الدمار في الدمار. فمزيان الواحد يفيق هاد البنات. كاين كيتزوجوا كيتزوج في امل انها غيتبدل من وراء الزواج، دابا يتزوجي به ويتبدل، خصوصا ان هاد النرجسيين كيمشيو لك مع الدم. كتكون صعيب شويه تخرجي منهم. هذاك تسمم، اي واحد اللي غادي يخليني ما نعيش مرتاح. اما الواحد راه ما تيتزوجش ولا ما تيتعرفش ولا ماشي غير كوتي زعما امور، حتى في لاميتي راه في الاصدقاء ممكن يكون شي واحد سام اللي كيدير لك المشاكل، اللي بزاف الحوايج كتقولي شنو زيدني، راه زيدني غير بمشاكل، زيدني غير بالنفسيه ما زويناش وداكشي. نيكست سالينا. تلاقيتي بنرجسيين تعاملتي معاهم سواء في الدومين سواء في شي حاجه كوتي بيرسونيل؟ والنرجسيه راه ما تتكونش غير مزيوده مع الانسان، راه تقدر تخلق في انسان. كاين ناس كنت كنعرفهم كانوا زوينين، تختاريهم وسط مليون واحد، حتى كيبدا عطي الكلمه ديال كيحس بجنابه هي هادي، غير هي النرجسي ارقى. كيتغر. هذاك الغرور، واخا ما يكون عندك والو، غرور راه ماشي شرط يكون عندك شي حاجه باش تكون مغرور. صح. وتا كيتبدلوا. دونك هادي كنشوفها واحد الصفه اللي كتزاد ماشي كتخلق مع زعما، يقدر اي واحد يكتسبها مع الوقت ولا مع الناس اللي دايرين به. وي وتالين غنصبر انا ليامو، هو مدوز الساعه وانا محيرني في غرامو، وتالين غنصبر انا ليامو، هو مدوز الساعه وانا محيرني في غرامو، وتالين غنبقى على هذا الحال وانا وحده ولا عايشه نفس الموال، وتالين غنبقى على هذا الحال وانا وحده ولا عايشه. هذا الشيء اللي وصلت له اليوم الحمد لله وصل، احلمت به شي نهار. لا رجاء سورتو انت، حيت انت ما كنتيش كاع ماشي كاع كان شاد شي في بالك. لا بالمره، مازال عمر. عمر انا وي كنت كنقول واحد النهار غنوصل ليه. درتي قانون الجذب؟ درت قانون الجذب. هذا فهاد الشيء درت قانون الجذب، شي نهار غنوصل. شنو الاحلام الاخرى اللي مازال كتفيزيو عليها اباغ نقولوا اباغ الموسيقى؟ شوفي الحلم ديالي هو نبقى مرتاحه في حياتي. ما بعد مرات كيكونوا عندك احلام واهداف في حياتك وتتوصلي لهم وتديري، مثلا نقول لك الحلم ديالي
يكون عندي ما عرفت شنو هو مي ما كتكونيش مرتاحه باش الواحد يرتاح صعيبه بزاف. دونك انا الحلم ديالي هو نكون مرتاحه في حياتي وفرحانه ما كيهمني حتى حاجه شي واخا مستقبلا ما نلقى ما ناكل نكون فرحانه اهم حاجه عندي ما كيهمنيش زعما يكون عندي زعما هدف ولا حلم غريب لا بالعكس لا بالعكس انت كاينين بزاف ديال الناس مثلا تيقول لك شنو كاع غادي نبغي دار راه عندي طوموبيل زعما هادشي الاقصى طموح طوموبيل عندي نمشي نسافر البلاصه الفلانيه مشيت لها ولكن انا ماشي فرحان في حياتي انا ناقصيني بزاف ديال الحوايج بيرسونيل مثلا ولا انا مع راسي انا ما فرحانش لا بصح يعني هاد الفلوس كاملين اللي عندي راه ما شارينش ليا واحد الراحه ديالي دونك هاد القضيه هادي راه مزيانه والله السعاده انك تكون سعيد في حياتك شي حاجه صعيبه في هذا الوقت حيت كاينين ضغوطات نفسيه اللي كتخلينا تخلينا ديما بعاد على السعاده داكشي علاش هادشي اللي كنطلب انا زعما عمر طلبتي بزاف شنو معني زعما هضرات هضرات انا ما طلبتش والو راه هادي والمشكله قولي والو وسكتي لا ما كنتش والو هادي ما طلبتش والو ما كنت طلبتي وي 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 تو تو انا ما عنديش حلم صراحه الحمد لله حققته الحلم حققته الصراحه ما كيجي الملل فاش كتوصل كتحقق واحد الحلم وكتبقى جالس شوكولاته الشوكولاته ها هو هذا شحال هذه حطوا لي حطوا لي قبل 5 سنين لا ما نصوت فيه بصح ولكن دابا شنو ما بقاش عنده واحد اللذه ها انت مثلا باقا كديري فيها كيولي الزهد طلق لي هذيك الطابي ديال الناي والصوفيا كيولي الزهد والترفع عن الحياة يا عمر الصوفي لا هو بصح واحد المدة ومن بعد كي وانا متفق مع عمر عشان علاش متفق معه ما تبينش الحلم ديالك دابا للناس ولكن انت باقي دابا وراه عنده احلام ولكن مخبيهم فهمتي ولكن انت باقي دابا كتشوف الشكلاط خلي الحلم ديالنا بغينا الشكلاط خليهم يشوفوا احلامنا تافهه بزاف ديال الاغاني ديالكم اللي ناجحه بحال مثلا قراري الغربال كما تدين وتدان مال الزين مكشر وكواك شنو هي الاغنيه اللي كتعتبروها نهضر مع كل واحد فيكم شنو هي الاغنيه رجاء اللي كتعتبريها قريبه لك لقلبك ولا تتعبر عليك انت كرجاء قراري هي ديال رجاء اللي جايه من القلب عمر ماذا بيا حيتاش ملي كان ما بغيتها امتى بغيتها ملي طلعت اغنيتها قدام الناس فاش شفت بنادم كيفاش تجاوب معاه فانا حسيت بديك الاغنيه عاود رجعت حسيت بالاغنيه والتفاصيل ديال الكلمات ديالها قراري رجاء انتيا كتعبر عليك وي كيفاش كتختاري لو تيم ديال الاغنيه كتقولي هذا راه يجي معايا لو ستايل ديالك قراري خاصك تعرفي القصه ديالي كيفاش جات كان صيفطها لي مروان اصيل بجيتار اييه وصيفطها للدراري في الجروب عمر مريم معاد الدراري صحابنا صيفطها لهم قلت لهم هذه الاغنيه قولوا لي كي جاتكم كلهم قالوا لي خايبه ما زويناش والله قالوا لي لا علاقه علاش تاخذيها قلت لهم لا انا عجباني لا بداو كيحاولوا يقنعوا فيا قلت لهم شوفوا سالينا هذه غادي ناخذها خديتها غنيتها عرفتي هذيك اللعيبه تعطي طوال وعجبك اييه هذاك الشيء اللي طرا صافي عاد من بعد عجباتهم وعاد قلت لهم شو دابا انا كنت سمعتها كنت ضعيفه الشخصيه يلا كنت غنقولها لك كنت ضعيفه الشخصيه ولا كناخذ باراء الناس غنقول ولا ما عجباتهمش ما ناخذهاش شنو الحاجه اللي خلاتها هكا تجذبك كلهم تيقولوا لك لا 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 انت حيت هذيك الوقت هذاك الوقت بالضبط كنت عايشه الاغنيه فالكلمات ديالها قاسوني بزاف دونك قلت هاد الاغنيه غادي نعطي فيها حيت انا حاساها داكشي اللي طرا غنيناها ديك السيمانه نيت سجلتها وصورتها داكشي علاش وصلات حيت الحاجه اللي كتكون جايه من القلب دغيا كتوشينا حنايا حنانات هكاك رجاء قداش الواحد يتشبت في القرار ديالو واخا يكونوا الناس اللي دايرين به معارضينه هادشي كيجي مع الوقت الاكسبيريونس ديالك في الحياه هي اللي كتخليك قوي شخصيه ولا كتكون مسؤول على الهضره اللي كتقول ولا مسؤول على القرارات اللي كتاخذ في حياتك كيخليك كتقول انا هادي انا مقتنع بها علاش غناخذ الراي ماشي كل ماشي ديما كتصدق لك لا ولكن اغلب سميتهم ماشي ديما كاينين بعض المرات
نخالفك وبعدها نرجع ونلقاو انه داكشي عادي ما كندويش انا كندوي على قرارات ملي كناخذ الراي كاين بعض المرات كتاخذ راي ديال شي واحد وانت عارف واخا قالوا لك اه ولا قالوا لك لا انت مقتنع برايك اه ما يبدلو كاين شي وقت اللي كتاخذ الراي ديال شي واحد حيت انت عندك واحد الشك دونك تما كتقدر زعما تقول داكشي اللي غايقولوا لي غادي نتبازع عليهم ماشي ديما زعما كيكون الاراء ديال الناس غير مهمه على حساب انت زعما هذيك الوقت وفي حاله ما تكون ما نجحاتش اغنيه قراري ما كنتيش غتندمي لا حيتاش من غير هذه القضيه تاع القرار من غير قراري تاع القرار شي واحد دابا كيتفرج كيكون عنده قرارات اخرين مثلا يتزوج بشي وحده اللي عائلته كامله كتقول ليه لا هو كيقول انا غنتزوج او لا غيبدل الخدمه عائلته كامله ما تبدلش او لا غيسافر فهادشي اش بغيت نعرف زعما كما قال عمر واش صحي تاخذ راي الناس اللي معاك وخصوصا اللي مختلفين معاك تقدر ترجع وتقول لا ما خصنيش ندير بحال هكا ولا كما قلتي انت لا امن بقرارك وسير امن بقرارك حيت سواء نجحتي ولا فشلتي فيه هذا قرار وكيبقى اكسبيريونس في الحياه ما يمكنش حنا ننجحوا في كل شيء كاين اغاني كينجحوا كاينين اغاني لا دونك انايا حتى الا فشلت في اغنيه ما عنديش مشكل نيكست زعما انا ماشيه بحالك في برافو عليك هي صعيبه شي شويه اه عمر خديتي شي ديسيزيون ندمتي عليها كانت ماشي هي هذيك لا ما تندمش برافو لا ما كندمش على شي حاجه ما اي شوف اي حاجه انا نرجع نقولها كنفشلوا ولا كنجحوا فيها تتعلمنا دونك انا حاجه اللي غنتعلم منها علاش غادي ندم عليها مثلا بزاف الناس كان مثلا صحابي يقولوا لي لا راه هذا مرتاحيناش ليه ولا هذه مرتاحيناش ليها كنقول لهم لا ولكن هذاك الشخص اللي تيجي في حياتنا راه تعلمنا بزاف الحوايج حتى في الصدمه تنتعلموا ماشي غير في لا في خاصنا نكونوا مزيانين وغزالين لا دونك الحياه كتبقى ديما تعلمنا سواء وكنامن بشي حاجه ان ربي ما كيدير شي حاجه في طريقنا الا وعندها سبب دونك انا ما يمكنش صافي اختي راجا صافي دخلت المود بزاف برافو برافو والله برافو برافو هذه كتصفق قرار صافي خديت قرار اخر كلامي تمشي لا ترجع ياللي خليتي روحي وقلبي يتقطع هانت عليك العشرة وبدموعي تتمتع يلا سالينا والعالي في خيلك اطلع آخر كلامي تمشي لا ترجع ياللي خليتي روحي وقلبي تقطع هانت عليك العشرة وبدموعي تتمتع يلا سالينا والعالي في خيلك اطلع الالحان انا كنركز بزاف على الالحان اكثر من الكلمات لا عجبوني الالحان كنمشي معها كنختار الاغنيه ديك الساعه طبعا الاستشاره ديال صحابي ما عجباتهمش لا شفت الاغلبيه ديال ما عجباتهمش راه ما غناخذهاش دونك انا عكس راجع داكشي اللي بغيت نقول لك انا عكس كونترير انا كونترير خلال الاغلبيه انا حيت كتاثر عليا الهضره لا اغلبيه ما عجباتهمش ما كناخذهاش مي ولكن واحد القضيه كيقول لك كم من الحسد يقدم على شكل نصائح ولكن الحسد ماشي من طرف أصدقائك وفي الديسك انت في مدابية راه لحتيش العيبات اون جينيرال ما كتهضرش على حياتك ان في طريق النجاح يقدروا دوك صحابك كيتنكروا منك كيوليو عديان ما عاملينكش كثر ما تعرضتيش لهذه القضيه بزاف المرات ماشي من اعز اصحابي فهمتي من هذوك لي باساجي هذوك يعني اللي لا تاخذ من عندهم الراي كيكون واحد كيكونوا خالي اصحابي اصحابي يعني اللي دائما عيب بحال تقول عايشين معاهم ودغنيغمون زعما ولينا انا وراجا مع درنا استوديو حيت درنا استوديو في الدار ولينا كنكتبوا كنلحنوا مزيان احسن وحدنا فهمتي شتو في ستوريات وعجبني الحال والله فايب واعر والله برافو هي غنشوفوا شي البوم ما شاء الله الله يكمل لكم بالخير البوم كاين اوكي البوم كل مره هاي كنقول لها راجا يلا نركبوا نديروا البوم يلا نديروا الفلوس علاش راجا ما بغيتيش تخرجي البوم لا انا ضد الالبوم
حيت الالبوم تيهرس الاغاني. كاين بعض المرات الا نجحوا جوج تلقاي 6 ما تنجحوش، ولا نجحت وحده 5 فهمتيني. انا مع هذه الفكره. كل وحده خاص تعطاها حقها. برافو عليك، انا مع هذه الفكره. دونك غنشوفوا انتاجات كثيره ان شاء الله. عطى الله الخير ان شاء الله. قريبا قريبا. نبغي نعرف واش كاين شي اختلاف فني بينك وبين رجاء؟ وي حيت الفريق الناجح راه هو اللي كيكون عنده داك الاختلاف، واحد كيشرق وواحد كيغرب عاد كيوليو ناجحين. فايت لكم مثلا في شي بروجي في شي اغنيه قلتوا ما نغنيوش مع بعضياتنا؟ لا لا لا، ما ديسك ما والو، غنيه الا بغيتي. ولا طرات لكم عقل الواقع الا مال الزين ما كانش عجباني، مال الزين ما كانش عجباني كاع. مال الزين تراك واعر. تراك واعر. والله اللي راه كدوي على 100 مليون الفوق. وشنو اخر عاوتاني ما كناش باغينو؟ كاين بحال واحد الاغنيه كنت خديتها ماكيط وقال لي لا ما زويناش. قلت لي اوكي نبغي ما نصدعش مع راسي، قلت لي بغيتيش تغنيها صافي انا غنغنيها. طلعت لدبي خدمت على التوزيع وداك الشيء، جا سمعها عجباته وعطيها ليا بصوت غنغنيها معاك. قلت لي تل دابا تعتلي خليك وما خليتي واش غندير لاصق فيا زكريا مخلانا خلاتك وليت انا وكيتي بالداريجه. واحد القضيه فنيه تفهموها نتوما مزيان، لي غام المقام ديال الدريه ما كيكونش هو المقام ديال، فكيفاش كيطرى التنازل؟ شكون اللي كيتنازل بزاف؟ هذا هو اللي المشكل العويص بيناتنا اللي كنبغيو نخرجوا كل اغنيه. يا انا كنكون متضرر يا رجا كتكون متضرره، واغلب الاغاني كنكون انا اللي متضرر ورجا الفوق، رجا عاليه في المقام. حيت تنغني الفوق هو يقدر يغني يقدر يغني القرار لتحت شويه. واك واك راه كان ضد لابريز ديال صوته، ما عجبوش حيت كان غادي. عمر من النوع اللي تيعجبو يغني يبين كيستعرض صوته. اياه انا ضد. انا شتي مثلا تقدري تجيبي اي واحد كيستعرض الصوت ديالو تقول ليه غني ليا غير غني ليا مقروفي. إيه؟ غني ليا غير غادي في 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 يعني كيفاش ريتم واحد فريتم واحد انك بلاص ما تقول ليا مثلا تبقى هذاك الفايبريت وفي صوته يكون تيغني ليا غير بحال هكا نورمال ما غيعرفش، حيت هذاك النورمال هو اللي صعيب. وفواكواك بزز باش عمر قبل لينا، لا انا لا بادر مخلوق اللي تنوجه ليه تحيه، بزز باش قنعناه انه يغني عادي. ودخل مره اخرى للاستوديو وغنى واكواك بواحد الطريقه اللي ما كتسمعش. قلت لي عمر راه لا علاقه، راه ما زويناش اللي غنيتي لتحت في القرار جات زوينه. حيتاش كانت طبقه عاليه يعني حاولنا نجيبوا الطبقه بيناتنا والو. انا كيقول لي عمر غتغني باص، قول لهم ما يمكنش نغني بقرار، او انا عندي كوبلي واحد نغني بقرار، كوبلي الثاني غنغني بقرار، او فين نغني؟ ملي كنطلعوا لايف سيغ سين ما كنقدروش نغنيو على الانسترو الحقيقي حيت ما تقدرش تغنيها لايف، صعيبه مازال مع فرقه. واحد يتنازل، اما باش تكون بديك الطريقه صوته ما يتسمعش حتى في الميك. وتا داك الحماس ديال لاسين غنمشيو نسمعوا الواكواك نشدوا بها الصون ونكملوا معكم على اذاعه امف. سير على الله. وما كدبوش من اللي قال ولا ثقه فيك يا ليام، ولاد الناس فيك قلال والبنات كرهوا الغرام، ولينا عايشين معادله عمليه حل ولا حساب، كلهم في الحب بدال ما بقى عايش غير العذاب. وما كدبوش من اللي قالوا لا ثقه فيك يا ليام، ولاد الناس فيك خلال والبنات كرهوا الغرام، ولينا عايشين معادله مليها حل ولا حساب، كلهم في الحب بدال ما بقى عايش غير العذاب. اوك وين اعيب اشهد الحاله مازال معكم على اذاعه مفهم، مازال شادين الصون مع احسن فنانه عندنا في هذا الشهر رجاء عمر بالمية.
كتير صراحة ما شفت هذا الشهر ديما أي واحد كتجي كتقول لي هذا الشهر زعما باش ما يكعاوش اللي كانوا فيه قبل كنقول لي سجلتها في شهر 13 12 لا 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 عمره ما قال هذا الشهر وحق الله أول واحد دي الصالير يا الشهر داز درب السلطان فايب والله عجينا حنا كنهضروا في الأوف لقيت راسي كنهضر مع الدراري ولاد الدرب ولاد صافي بقى غير سعيد يجي وحق الله قزوم قزوم استوديو وداد والله الا بلان بلان بزاف ديال الفايب كاين في هذه الحلقه ولكن شي ما كيمنعش ما نقصحش معكم دابا في واحد السؤال علاش قررتوا تخليوا ريوسكم في شين وحده ما تكون زعما عمر بالمير رجاء بالمير كينا بالميرس زعما انا ما كنشوفش انه نقسم لاشين ديالي على لاشين ديال رجاء وحنا في الاخر كنديروا اغنيه وحده انا وياه اوكي احنا قسمنا ملي غنبغي ندير لاشين الاغنيه ديالي انا وراجل غنتس ندير بالميرز اللي غيوليو عندنا ثلاثه ديال لاشين لا تعطي لها وهي تعطي لا خويا داك الشيء نص بالنص راه هادشي علاش باغي نسول الارباح كيفاش كديروا ليهم هادوك راه حريرتو بواحد هادوك الارباح حريرتو ما لاحظتيش راجع سكتات فاهمه في الكومنت قالت غيجي لها هاد القضيه لا 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 حيت الارباح ما تناخذهم لا انا لا هو ياك كيمشيو للدار للدار الوالد والوالده بلان هما اللي كيعطوكم لا ارباح حنا تنخسروا حنا اللي تنخسروا على كليبات والاغاني وارباح يوتيوب تيمشي للدار كيمشي لواحد الكونت ديال الدار ما ديالي ما ديالها وباش كتعيشوا كنعيشوا في لهذا كان كندوا على غير ارباح اليوتيوب بوحده فقط اما الحفلات وداك الشيء راه كل واحد كياخذ حقه غير ارباح اليوتيوب كيمشيو البنكه ديال الدار داكوغ دابا فهمت يعني نتوما الاربعه يعني نتوما ما معولينش على هذا اليوتيوب لا كيفاش الفنان خصو يولي مستثمر في المجال الفني ديالو هذه نصيحه من عندكم انا بالنسبه ليا كنقول انه الفلوس اللي خديتيها من زعما ماشي مشين نطبهم ديك الساعه لا بغيت نطبهم نخلي ناخذ واحد لاصوم نحطها ياك هذه اللي ما تقاش هذه ما تقاش هذا الشيء الاخر بغيتي تخرج به خرج به كيف ما دابا حنا كنديروا مثلا كيف ما قلت لك انه دوك الفلوس ديال الارباح كيمشيو ديريكت لليوتيوب فبلطو الدار فهذوك الارباح اللي كيمشيو للدار لا انا لا راجا لا كيتقاس منهم امتى كنبغيهم الا مثلا بغينا نشريو دار بغينا نشريو شي حاجه كنلقاو انه كاين واحد الفلوس تماك موجودين محطوطين للدار ماشي ديال الدار ولكن بحال تقول مخزنينهم في واحد البلاصه الوقت الحاجه فهمتي فتا واحد فينا ما كيقدر يقيسهم فداك الشيء علاش ديما كنقول انه خلي شي حاجه ابار بغيتي تصرف وعيش حياتك حاول ديما تاخذ غير باغ من ديك لاباغ اللي انت خديتها والله حتى في ستورياتكم وحياتكم اليوميه اللي كتشاركوا معنا ما كتحاولوش تعيشوا في شي ليفل اللي فهمتي ديال العياقه ما كان الا جيت نهضر على راسي انا ما كنرتاحش في ديك الحياه انا هادشي علاش كنتبعك باش تعرف كيعجبني نشوف داك الشيء سامبل زيف حياتي حيت كنا كندخلوا للدار كنديروا الزيف صافي حنا التسعينات ما عرفتش واش فرقوا علينا داك الزيف حياتي ولا كيفاش البلان كلشي المهم حنا اديكتد لداك الفولار هذا الباتشا تاعي هادشي اي باتشا في ليلات هكا شحال في نص الليل تعاودي تدوري على الجهه الاخرى كتخرج جهه مقفله وجهه هابطك على بوكتي وزهرك ميم انا ما كنرتاحش في ديك الحياه زعما ماشي ما كنعيشهاش حيت ما عنديش ولكن انا ما كنرتاحش فيها ياك شاع انستغرام كنحس براسي غير كن فيك كنافق راسي باش نعيش واحد الليفل مع شي ناس معينين ودوك الناس انا تنبعد عليهم ديجا ديما على قدر المستطاع غنشوفك السلام كي داير لاباس نتلاقاو هذه حتى داك ما غتهزوش دير شي قهوه عاديه ولا حيت بالنسبه لي داك الوقت اللي غادي ندوز مع داك الشخص اهم ليا من البلاصه اللي انا فيها راه بعض المرات بحال تترشق لك تبغي مثلا تمشي بحال عندنا ناس دي زعما دي توغيس وداك الشيء ما تديهم هنا وهنا يشوفوا الهاي ليفل ويشوفوا اللو ليفل ملي تنمشيو تتلقايهم تندوزوا في داك الشيء اللي اللو ليفل احسن من داك الشيء اللي كتجلس فورشيطا وموس وسيلفو بلاي وكتبقى ما كرتاحش فيه بصح تحيه لك والله ونصيحه لمريم نقص علينا من سطوريات واش علاش اخويا انا معاشره معاكم نتوما الاولى لا 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 انا فخورين باللو ليفل تحيه لدرب السلطان الا هي كتشوفكم بعد تحيه لدرب السلطان لا لا بالعكس انا قصه القصريه بعد قصه الحفاري ما بقاتش تفكر لا والله كاينه قصه الحفاري واش مسطي درب السلطان وطاكسي ما كاينش والتحليل لا لا شوف انا النصيحه اللي ننصحك مريم حيدا سناب دوك فيلترات وداك الشيء والله كنشوفوا كما كنعرفوا لا
دابا هي خايبه بحال هكا. شوفوا تبارك الله وراها بعد خطره راه كدير لينا شي فيلترات. بالعكس والله ما كندير داكشي ديال الفلترات. كنلقى زكريا مسكريني هوم وفهمتي كيقلب كيقول كتعرف شحال الكونت تاعك راه مريم. مره كنبغي نطلق زعما الجمال. تفضلي مريم. رجاء نهضروا شي شويه نهضروا على ما عرفتش كنقول لرجاء كنحبها زعما بزاف. كتحشمي الدري نهضر على التجربه ديال الكاميرا الخفيه. كيفاش جاتكم الفكره باش ديروا الكاميرا خفيه؟ الفكره ما جاتناش كانت لا بروبوزيسيون من عبد الرحيم مجد و ابو سالم دونك هضروا معنا قالوا لينا شنو كاين. التجربه تخدات انه احنا مقدمين يعني احنا ما دخلنا في نوع المقلاب لا في لي زارتيست لا في حتى حاجه. احنا كيجي كيقول والله الا كان كيجي شي وقت ديال التصوير هي كانت تجربه زوينه بزاف لا مع ليكيب لا مع لي زارتيست اللي كانوا جاوا ولا كل شيء. تجربه ديال السفر وتصوير قديمه مسافر عندك هنا عندك تورناج مع هادي تنتصوروا شي حلقات في النهار دونك والله الا كتجي شي وقت كنوقفوا في النهار التصوير كنقولوا ليه شكون جاي اليوم تالما ما تنعرفوش شكون جاي حيت حنا مقدمين ها انت اش غتقدم اش غدير. بعد مرات انا كنتفاجئ في ودني انه ممكن يقول لي سيري خاصك ديري هادي وانا راه ما عارفاهاش. يعني حنا كنا مقدمين في لاكاميرا كاشي وكانت تجربه زوينه بزاف. وشنو الراي ديالكم على القرار اللي كان جا من طرف الحكومه على انها تلغى شنو؟ تلغات الكاميرا الخفيه في الموسم القادم ديال صح فراس. لا ولكن بلاتي راه فاش كنا معاهم راه قالوا لنا انه ممكن انه هذه غتكون اخر سنه. راه هي اللي كانت هي اخر. بغيتو نجينا حنا بغيتوش نديرو الفينال. برافو عليك. شوف لنا زكريا وما وراجع الفينال فينال السوق. لا وقبا نكمل واحد لاسيزون دونك انت نتوما ان شاء الله غتكونوا اخر لكم اخر حلقه خدام على الفينال ديال لاسيزون. بغات سيزون بغيتي شي سيزون انا نكمل هاد العام يلا صافي ان شاء الله غتزوج ان شاء الله غتزوج ما كاينش. لا زعما هذا كرأي شنو بان لكم في هذا القرار اللي تخاد؟ قرار زوين بالعكس حيت فين ما كيجي رمضان واخا تكون الكاميرا خفيه زعما اللي درتو زوينه تلقائيا كندخل غنكومونتي واش هاد الحموضه واخا انا ما نفرج ما والو. فهما قالوا اش غنديروا نبدلوا لهم هاد البرمجه ونحيدوا هاد الكاميرا الخفيه اللي كيقولوا في رمضان وهادي نعطيهم شي نفس جديد. ف ولكن باش نقول لك واحد الحاجه راه بنادم واخا غدير لي داكشي جديد راه غيولي توحش داكشي القديم باش تكون معك واضح. لحقاش غتبغي تقول واه دوك الايامات اللي كنا كنشوفوا داكشي بحال هكاك داير واخا انت كنتي مثلا كتشوفو كتضحك عليه ولا ما عاجبكش ولكن راه كنتي كتونس به. صح راه فريمون كنتي كتونس به. راه واخا ما عرفتش شنو نجيبو في لاكاميرا كاشي في المغرب حيت ديما عندنا واحد الخطوط حمراء اللي ما كنديباسيوهمش. انا بعد مرات كنبغي نقول شي حاجه كيقول لي لا ما خاصكش تقوليها حيت هما ما باغيناش حيت هما ما غيبغيوش. التلفازه باقي ما عندناش حتى في الثقافه والمجتمع ديالنا ما تقدرش تقول اي حاجه ما تقدرش دير اي حاجه وما تقدرش مثلا تجيب ارتيست ومثلا انا نقول لك مثلا فكره نجيب ارتيست انا عندي للدار وغادي نشربوا شي حاجه ونديه نعسو مثلا في شي قنت ويفيق يلقى راسو في شي بلاصه بلي كاميرا وداكشي. لا ما يمكنش. يعني انا الا ما كنتش غندير هذا النوع ديال المقالب شنو الفائده من كاميرا خفيه؟ يا داك الشيء اللي كيقولوا واك شي كنشوفوه كل عام داك الشيء نقدروا نديروا. حنا كنا حاولنا زعما نعطيو دي زيده من عندنا ونعطيو فريمون نخرجوا شي حاجه كيقول جيت نغربله صحابي بقى في دي الغربال جيت نغربله صحابي بقى في دي الغربال واقول وش هاد الغدار اللي دابا وصلنا ليه واقول وش هاد الغدار اللي دابا وصلنا ليه عارف اني اسبابي ما يهمني القيل والقال عارف اني اسبابي ما يهمني القيل والقال وقع لي داس البال كيبقى مرسوم مناسي وقع لي داس البال كيبقى مرسوم مناسي. رجاء التجربة ديالك في التمثيل في الخليج شكون اقترح عليك انك تمشي تمثلي في الخليج؟ كان المنتج يوسف الغيط وهو مدير الفنانه حياه الفهد. اييه عيط ليا قال لي الو رجاء جاوبيني.
قلت هذا زعما عندي به معرفه ولكن لح انه نجاوبه. قلت لي اش كاين؟ قال لي راه بغيتك في دور في مسلسل مع حياه الفهد. قلت لي يوسف انا ما تنعرفش نمثل، حتى انا ديما عندي فكره انه انا ما كنعرفش نمثل. قال لي انا تايق فيك، معانا اساسيده غادي يكونوا معاك ورا الكاميرا وكل شيء. قلت لي على ضمانتك؟ قال لي على ضمانتي. قلت لي صيفط لي العقد، صيفط لي العقد سينيتو صيفطو لي. انا غاديه ما كيهمنيش نعرف الفكره، حيت اكسبيريونس اللي غيعاونوني فيها ما عنديش مشكل. مشيت الصراحه كان سوبور واعر بزاف اللي عاونوني، حتى في الكليب الاخر ديالي ديال تالين اصحابي شافوا الفرق، انه وليت كنعرف نتعامل مع الكاميرا وليت كنعرف نمثل. هذه غاس لوبورتونيتي اللي جاتني في المسلسل. دونك كان الفنان الكبير حسن بلام، صحابي كاملين زعما الفنانين كبار في الساحه الخليجيه، اول مشهد ليا كانوا واقفين كاملين ورا الكاميرا. ايماجين ساليت المشهد ديالي كلهم كيصفقوا، كنقول ليها ما تبانيكيتيش هكا بنادم كيتفرج فيك. اول سين كانت عندي هي غنيه كجرحي. اوكي قالوا لي اغنيه قديمه، قلت لهم غنغني يا كجرحي. كلشي كيصفق، وهذه حيت كانوا قال لي حنا كنا متوقعين ان ملي قلتي تمثيل كنتوقعوا ان تمثيلك أسوأ من، قال لي لا مي زعما تبارك الله مثلتي واعر. صافي وبقاو معايا اليومين ثلاث ايام الاولى، يا بخي صافي وليت ناخذ لوغ ديالي بحال لي زارتيست بحال كلشي، وكندخل في المود وزعما اكسبيريونس ضافت ليا بزاف زوينه. حتى مع دي زارتيست كبار بحال حياه الفهد. وي الناس متواضعين عاديين عاديين. اكسبيريونس كانت زوينه بزاف. نرجعوا رجاء البدايات ديالكم. في 2014 درتوا كوفر ديال انت باغيه واحد، وما كانش وقع على بالكم راه غادي يدير زعما هذا السوكسي كامل. فهاد الوقيته هادي كانت رجاء خدامه في سونتر دابيل، عافاك الا معاودي لي عيا ايامات ديال سونتر دابيل وديال التحنسير، عافاك كنبغي انا يا هاد. لا كنتي كتقراي وامام طون كخدامه باش تخلصي القرايه ديالك والقرايه ديالك بجوج. كتخدمي على حومه، خدمي على راسك وتخدمي عليا. اه سي فري. على شرجاء معذبه على كنا انا والله تما كتخدمي خلصي جوج الناس فيقوا جوج ناس مع الصبر. انا ما عمرو خدم في حياته. خدمت ما عمرو كان مره وحده خدمت سرباي 200 درهم جوج المرات خدمت خديت 4000 ريال. بالك ماشي مشكل تمار، عرفتي شنو باش نوكل العروسه؟ شنو هي العروسه عليك دات يلاه باقي جاي خدمتي سرباي باش توكل العروسه؟ ديت الموس خدمتي سرباي باش توكل العروسه؟ باش نوكل العروسه وكانت باش نوكل العروسه ماشي الناس لي لا العروسه لا بدا تاع الموسم ديريكت نشوف هذاك تاعي خدم باش يطلق هاي ليفل. لا هي كانت كتخدم خدمات خدمات وكانت كتخلص لي انا وكتخلص لي هي دراسه. دازت صعيبه شويه هاد ليبوكا رجاء ما بين القرايه والخدمه في سونتر دابيل، حيت حنا عارفين سونتر دابيل فيه الضغط على ما يقال. لا بزاف الضغط بزاف. اي انا ما كنتش كنجلس في لي سونتر دابيل بزاف، حيت خدمت على ود القرايه باش نخدم ونخلص لي فري ديال مدرستي، و كانوا كلشي كيقولوا لي وا راه غادي تبداي هاد الخدمه ديال السونتر دابيل. بحال ملي خدمت كيقول لك راه انا عندي 10 سنين دخلت بحالك باغي غير نخلص لي فري ديال مدرستي. صدقت جالس انا راه خدام هنا 12 عام، فكيخلعني هاد اللعيبات ديال ممكن حتى انا شي نهار نبقى دافنه راسي في سونتر دابيل وما نشوف حتى حاجه. باغ كونتخ انا كنشوفها زعما غير الا عرفتي تماناجي الخدمه زوينه بزاف، ولكن كتستريسيك. كنت كنضرب في كل سونتر دابيل عامين ثلاث سنين. ما كتبقايش في سونتر دابيل واحد؟ لا مزيان عامين ثلاث سنين الله يعاون نعاود نشوف سونتر دابيل. كنت خدمت يمكن خدمت في شي ثلاثة ولا أربعة. إياه وكنت أون باغاليل تنخدم وتنخلص لي فخي ديالي، والعام ديال عمر الباك حيت قراه بخيفي كنت كنعطي واحد لاصوم للبابا نعاونو لعل وعسى. سي عمر. سي عمر في الاخر جابها الاستدراكيه. في الاخر جابها الاستدراكيه بحالي على 0.02 حتى الا ما جبناش الاستدراكيه والله ما كتحس براسك جبتي راه النشبه. انت انا كنخليو العديان يتشفى كنقولو ماشي ولكن علاش كنجيبوها لك؟ كتقول لهم على 99 انا 99 طالع من الدروج. اش درتي الاستدراكيه؟ سير سير طلع ما جبتهاش شاف في العاديه غتجيبها في الاستدراكيه. ما صيفطاتهاش لي مع شي حد زعما. قالت لي في وجهي طلعت كنشوف في الكتوبه قالت لي دابا كندور ديك الهضره في راسي الاستدراكيه غتكون صعب. مع ذلك تابرت
وجبتها. آه. برافو عليك. داري اللي عندهم الصدراكية ما يقسوش. هاني يا شوف. لما ستوش الصدراكية العام الجاي. هاني. لا مش العام الجاي. مهم اللي كان. اللي كان. ويجي بوصل. دونك هاد نرجع على هاد الحقبة. دابا أنا كتجيني درية كتضرب تمارة في الصغر كتقصاح مع الزمان. كتقصاح مع مرور الوقت. رجاء شنو علموا فيك ولا شنو ربوا فيك هاد لي زيكسبيريونس من الصغر؟ شنو بدلو في الشخصية ديالك؟ هو الإحساس بالمسؤولية. ما عمرني كنعول على شي حد حرفيا، مثلا نعول على التحد. أنا كندير كل شي لراسي، ما نحتاج شي واحد يدير شي حاجة في بلاصتي. زعما هذا هو اللي ستعلم، الإحساس بالمسؤولية. ما بغيت نقول واحد السؤال ولكن بلاش. لا لا قولي. لا عرفتي علاش؟ حيت دابا الدريه اللي تتكون فورت وعندها شخصيه قويه بزاف ما تتلقاش البارتنير. ماشي ما تتلقاش، تيكونوا دي بارتنير ولكن تيصعب عليها لو شوا، حيت هذاك البارتنير ما كيتقبلش ان دريه قويه. ان دريه مثلا تقول ليه وصافي انا اصلا زعما ما محتاجاش الحاجه الفلانيه، انا جو سوي كابابل، درت شي حوايج اكثر من هكا، باش غتزيدني. اه احنا كنا عارفين انك كانت عندك قصة مؤخرا مع لا ما كانش لعبة. انا قبيلك تشد تليفون واحد زارتكم قلت يسول على واحد الخطيب جزائري واش بغيتي لبنتك؟ اه لا ما عادي، ما اي جوج يقدروا يتزوجوا كاع وما يكملوش مع بعضياتهم. زعما ماشي واش كان بسبب هاد القضية اللي قالت مريم ديالاش ديال شخصية قوية؟ لا انا اللي انا علاش كنت هضرت، حيت انا اللي مي كنقول كلمني ديفو هو ماشي انا اللي كيفاش نقول لك، ماشي انا درت شي حاجه، ماشي انا درت شي حاجه خايبه، غير انه ممكن ما عطيتوش قيمه هذاك الشيء اللي كيستحقو. زعما فهمتي ما كنت ما مسوقاش. انت ما مسوقاش. آه انا اللي زعما انا اللي كنت ساليت كل شيء. باغ كونتر كان زعما هضر مع العائله وكل شيء، مي ما كتبش مكتبش. داكشي ديال المكتب بصح. اه مكتبش. ما كتبرزاتش هاد القضية ديال الدرية قوية راه غتبقى بوحديتها، زعما ما كتأثريش بلي كومونتيغ ديال الناس ولا بالهضرة ديال الناس ولا ما كتبرزتكش؟ لا لا ترونكيل. لا ترونكيل. شوفي كل واحد كيخلق ربي، واحد تيكمل الآخر. فاحنا النص الثاني ولا الفص الثاني ديالي يقدر يكون تيعجبو أنه تكون مرا كابابل انه تتحيد ولا تهز معاه الحمل ولا دير بزاف تلعيبات. دونك راه ماشي عيب ان البنت تكون كابابل وان البنت تكون قاده براسها. عمر غادي نمشي لعندك نتايا. شاركتي مشيتي تشارك بليتو في ستوديو دوزام ورجعتي بسبب واحد لابيل ديال الوالد ديالك. وي اش قال لك اخويا عافاك انا ما قول لي اش قال لي؟ قال لي واش ساليتي خسر لي كل شيء باش يتسناي باش يقول لي اشنو واش ساليتي الدوزان ديالك صافي. وانا كنغني مشيت لستوديو دوزان داني الوالد. مشيت قلت نجرب التجربه ديالي. مشيت طلعت كنت دزت حدا كريستي كارون ما شنو ايام كان مالك. ايام كان مالك ايام وكذاك اللي كان مالك هو اللي كان كيغني مالك مالك لودينا تفكر اللايف دزت قدام هذيك اللجنه اللي شعر احمر هذيك اللجنه اي كريستي كاو المهم إيه. قدامهم بديت كنغني عقل جو برومي ديال زاهو. كنغني بديت غادي مزيان شويه كيصوني داك واحد التليفون عرفتو اللي داير بحال هكا كيصوني ليا. لا حول ولا قوه. قالت لي كريستي كاو ماشي مشكل غير جاوب. مشيت حدا الترجم اشنو؟ لا راه باقي ما ساليتش. اش بغيتي؟ واش ساليتي كيدوز سير بابا راه كندوز صافي. قطعت تقدر تمشي. مالك غنى عليك ومشات. ياك الوالد هبط هاد الدور عرفتي ما نعاودش لك مع الصف. باختي باختي ايوا صافي من تماك درت بالناقص كاع صافي. راه فراسك هذيك لابير راه عتقاتك. والله الا عتقاتني. عتقاتك عمر بالرجل ولا دار معاك الوالد تابرو طلع راسي. يا مدابية يا نعطيك عمري تكون حبيبي وتوقف جنبي. أنا نبغيك ملك ليا وحدي ونموت عليك لكن عدياني يوقفوا ضدك صاحبك غدرك قاع الناس عمرو ودناك ولعبوا بيك.
يا مدبيا يا نعطيك عمري تكون حبيبي وتوقف جنبي انا نبغيك ملكي ليا وحدي ونموت عليك لكن عدياني يا وقفوا ضدك صاحبك انا امشي معكم لواحد الحاجه اخرى اللي هي الشخصيه النفسيه ديالكم متفقه معايا انا نهضر على عمر ونشوفوا هو الشوف يتفق معايا فاش نهضروا عليك عمر بحال واحد الشخص اللي كيخبي بزاف الحوايج في القلب ديالو كيبينش لا حاجه راه دراتو ما كيقولهاش لك ما كيقولش لك دريتيني بهادي تمتم وقد ما كنتيش قريب ليه قد ما عمرو غيقولها لك فعلاش كتخبي بزاف الحوايج واش تدخلتي عندي لداخل طلب تسليم وي سي فري اذا ما ابعد عليا زعما الا كان شي حاجه ضراني ابعد عليا من بعد نهضروا ماشي دابا واش هاد القضيه كانت فيك من اللي وانت صغير كانت لضراتك شي حاجه وسط شوف فاش كنكونوا صغار تقدر غا قرعت الماء عطاتها ماماك الرجاء وما عطاتكش بنفس الطريقه كتضرك كاين الولد اللي كيقول ماما ما درتيش وكاين اللي كيبقى ساكت من اللي انت صغير وكا. من اللي كنت صغير وكانت في هاد الطبيعه نقدر نقول لك تزاتني من اللي دخلت ملي دخلت مثلا كثر الغزالي ولا بحال هكاك فهمتي فديك لا بيريود تما كتزاد داك العفاسي حيت ما كيسمعوا لي هاد الشخصيه كيسمعوا لي العفاسي انا كنت عفاس عليهم هذه الشخصيه اللي بسمي عليا ف مي دابا نقدر نقول لك قلات واحد 50% حيت هكا غادي تقدر تخليك كتعزل الناس اللي يكونوا معك ما تخليش اي واحد يقدر يكون صاحبك وي واش كتقدر تسامح دغيا لا وقتاش كتقدر تسامح تتقلب عليا انا تتقلب عليا تقلب عليا واحد سير ضرب دويره وديك الساعه نفكر فيها مزيان ونعرف شنو كاين عاد نفكر واش نسامح ولا لا ما مشكلاش لك هاد القضيه اللي في شخصك ما مشكلاش مصالح مع راسك يعني مرتاح في حياتي تالمو مرتاح في حياتي رجاء ما كتبرصدك هاد القضيه كتبرصد بزاف انا العكس ديالو تماما مثلا ما شخصيته ما انا كنقول زعما باز للسيده اللي تكمل معاه حياته والله ديما كنقول حيت صعيب زعما تهضر مع تكون مع شي واحد وجالس معاك وهو مثلا راه هاز من جهتكم ماشي ما قايل لك والو ويلي عرفتي انا ويدير لي شي واحد شي حاجه العالم العربي كيعرفها انا كنجي فاص يعني ما شخصيه كتجيني ما زويناش سورتو بحال دابا نكونوا مثلا مسافرين كاملين مثلا في مراكش مسافرين هو شاف شي حاجه ما عجباتوش غيدخل غيسد عليه يلا نخرجوا لا يلا نديروا لا كيف جالس مكون بوحدو دونك انا بالنسبه ليا ما كتعجبنيش هاد العيبه فيه هو خرجوا علاش غنمشي نعفس عليكم سيروا خرجوا علاش انا جوش عندي واخا حاولتي تهضري معاه في هاد القضيه لا ما علاش ندوي معاه نسطع راسي ياك لا والو رجاء انت عندك واحد الشخصيه بحكم دابا ملي عرفنا بزاف د الحوايج بحكم التجارب اللي دازو عندك في حياتك شخصيه قياديه كتبغي في وسط مجمع يكون تكون عندك نسبه ديال اتخاذ القرار ما يمكنش نقولوا امشي لهنا ما تقوليش لا هادشي بصح ياه لا انت حرشك عليا راه دا الوهاب لا 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 اختي هذا الطبيب النفسي ديالنا ديال الانفه كان الحلم ديالي مشيت داك المعرض بصح والله كنت وليد 2500 درهم في الشهر 5 سنين في الرباط كان صيفطني الرباط نيت كنعرفوش انا هادشي والله ما قالوا لي شي حد ولكن كنشوف طريقه التعامل ديالك ونقول لك المشكل اللي كيقدر يطرى لشي واحد اللي كيكون عنده شخصيه قياديه وسط صحابه فهو زعما تلقائيا كيكون باغي الخير ليهم فكتجي تقدر واش رجاء كتقدر دير هاد القضيه شي ستوريات كونوا مثلا باسلين برهشين ولا ماشي في النيفو ديال هذاك حيد داك ستوريات ما جاوش معاكم لا هادشي راه غادي يطيح بيكم كطرى الرجاء هاد القضيه عادي نقولها لهم ولكن راه كلنا بحال هكا ماشي زعما غير انا يقدر مثلا هو يشوف عندي شي ستوري يقولها معادي يشوف عندي مريم تشوف عندها فهمتي كلنا بحال هكا مع بعضياتنا كل واحد عنده الراي ديالو كل واحد قيادي على الاشخاص الثانيه ما كتقلقش شي ناس كيبدا يقولوا كيقولوا مثلا رجاء كتحكم في كل شيء بحال رضا الوهابي عندي مع هذا المشكل حيت هو الوحيد اللي كيشوفني انه انا مثلا كاينين شي حوايج بحال دابا نقول لي مثلا غنمشيو نتغداو لبلاصه الفلان فلانيه علاش انت اللي تقولي لينا نمشيو نتغداو بلاصه الفلان فلانيه كنقول لي راه حنا الراي ديالنا كامل كندور عندهم كيقولوا ما حيت هي دابا محرشه فهمتيني
شبالك عمر عادية مسألة أن رجاء مثلا تحكم في بزاف الحوايج؟ ماشي من حقها كل واحد يتحكم في راسه زعما ماشي من حقها تحكم فينا كامل مسيطرة سيطر على راسها سيطر على راسها تشوفني قيادية ماشي قيادية عاودها مرة أخرى قيادية ماشي قيادية مي كاينين دي مومون اللي كتكون فيها انفصامية اللي هي مرات مثلا دابا تقول لي راه غندوز في الراديو الغد ليه بغيتش ندوز رجاء يلا قلتي البارح انا قلتها هذاك الشيء قلتها غتعطيك واحد التبرير علاش هي قالتها صح شهودي مني شهودي مني بصح هاد القضيه نقول شنو كاين واحد هو اللي يقول راه ما شاهده كل شيء شاهد ستو الحال لازم لا لا ولد ربكم صافي انا خشيوني ولد ربكم انا والله بصح لا لا بصح لا فكره هذه ما تكذبيش فيها هذه ما تكذبيش فيها وصافي نبيل كنعرفوه برج العذراء في برج عذراء ما بغيتيش تفهم ولكن ماشي ماشي ضروري انه برج خاصو يكون فيه انا بصح انا كيفاش لا لا ما عندهمش راي يا صاحبتي انا كنمشي بالمود ديالي والله كنمشي بقانتي انا الحمد لله ولكن الحمد لله اللي ماشي انت دري حيت الدراري ديال برج العذراء نرجسيين شويه سايكو الحمد لله اللي انت دري انا القضيه تاع برج برج كتخلوني نحس بالعالم فيها 12 لواحد لا والله برج هذا برج لا خاصك تشوف راه ماشي غير 12 حرفيا راه كتشوف البرج واش قريب البرج اللي قبل منه بحال دابا انا ومريم لا انا ومريم عندنا نفس البرج برج العذراء ولكن الشخصيات ماشي بحال بحال علاش حيت هي الغد لي غادي يبدا البالونس الميزان دونك كتكون واخد من ميزات البالونس ومن العذراء ما كتكونش بيور عذراء بيور عذراء كتكون وسط وسط التاريخ بحال من الى كتكون وسطه الا كنتي قبل في الاوائل كتكون خايد من البرج اللي قبل منه الا كنتي في الاخر البرج اللي من وراه اول مره في هذه الحلقه غنفتقد صاحبي زكريا حيت هو برج الكلب كنت بغيت نقولها لي برج ماشي مشكله هو موعد قولها برج القرد هو موعد واخا الحياه كانت قاصحه شويه شنو الدرس اللي علمتك انا علمتني ما كاينه ثقه ما كاينش ثقه ما كاينش ثقه لا كاع ماشي عاوتاني ما لا ماشي ما كاينش ثقه زعما ما كاينش ثقه واحد راه ما عايش بوحدو باش نكون انا بوحدي وما ندير ثقه في حد ما درتي الثقه في حد تكون طايح في واحد الدوامه بوحدك خاصك بعد المرات واخا ما تكونش انت تثق في شي حد خاصك تعطي داك الثقه باش انت ترتاح وتعيش لا انا غلط انا ما يمكنش خاصني واخا نعطي الثقه ولكن خاصني نشد عليك شي حاجه علاش واش فايت لك زعما نشد عليك شي حاجه باش النهار وقاش ثقه نوري لبابك تعصبت تحمس تحمسات منين جايبه واخا علاش ما كيناش ثقه واش فايت زعما طرا شي غدر من شي قريب من ثلاثة ولا أربعة الناس قراب لك كانوا قراب وكاينين اللي الله بغاو يتقربوا وتقربلات كانت شي ضربة قاصحة ماشي ضربة قاصحة مي اكتشفت قبل الوقت يعني ما ضريتيش ما ضريتيش نص ضريت نص ما ضريتش هادشي ما ضرش 100% تخيل هذاك ضر 100% حرقنا واخا كنخرج عرفنا العافيه وحنا كنبلقوا في عينينا واخا رجاء انت شنو علمتك الحياه علمتني هاد عمر وما عادي ما حيت انت كتقولي بزاف ديال مثلا شعار ديالك ديال نعيش نهار بنهار عندك واحد المصطلح ولا الجمله ديالك الحمد لله حيت ساده على راسي ما فهمتهاش بعدا علاش كتقول الحمد لله حيت ساده الحمد لله حيت ساده على راسي حيت ما كننافقش ودابا هاي قالت لك الواحد يسد على راسه ويسد عليها هاي شويه قالت لك لا الثقه خاصك تعطي الثقه ها انتم دابا شو دابا لي شوف لي الانفصاميه دابا هذا خاصو يتربط لي يدير لي شي حركه باش الانفصاميه نصدقوا دايرين الضباب حلوا معايا هذا حل معايا هذا الله معاك السي عمر واخا واخا دابا الدري الانفصاميه خاصنا نديو هاد البسيكولوج واخا واخا نتفاهم سنة. انا نتفاهم معك كتقاد لي القصه دابا نتفاهم معك دابا نتفاهم زيد دابا صحي لهم هما هما انا عارفك واخا واش حنا دابا غادي نعيشوا بوحدنا واش حنا عايشين بوحدنا كنقول الكلمه ديال الحمد لله حيت سد على راسي حيت انا ما كننافقش انا بحال دابا الا درتي لي شي حاجه ما عجبتنيش غادي ندوزها لك
وغادي تعاوديها غادي نجيك فاس. فانتي هنا شنو غادي تقولي؟ غتقولي رجاء خايبه طبيعه الحال حيت بنادم ما كيتقبلش الحقيقه. ولكن ملي كتسدي على راسك واش غادي وانا ما شفتش منك شي حاجه خايبه واش غادي تقولي عليا خايبه؟ لا انا نقول لك معقده. غتقولي انا قولي عليا معقده وما تقوليش وحده رود ولا فولغار ولا فهمتيني حيت ما كنقدرش نشوف شي واحد كيدير فيا شي حاجه ومن ما ترياجيش وما نديرش رياكشن ما نقدرش. انا كنقول لك انا عكس شخصيته هذا هو المشكل. هذا واش هذا نفس بالعكس؟ كيفاش كتعرفي المنافقين؟ كنحس بهم والله حتى كنحس بهم. تتوريني والله. هاي مريم هاي مريم تسول قلتي هاي مريم دماغي مشى لها هاي مريم لا لا هاي مريم لا لا شوف هاي مريم هاي حداكم اخويا تسول كتقولي ليها دابا كتسمع انت الصوت بغات تبان حيت ما عرفتش دابا مثلا انا انت ديري انا دابا غنمت صوت مثلا انا شي واحد كيكون في حياتي ولا شي كنعرفو على راجل كتقولي لي شوفي هذاك راه ما ارتاحيتش ليه غتخرج منه شي كنقول ليها لا الله يعمرني الدار ما يمكنش راه انت يا مريضه ديما اي واحد كتقولي لي عليه شي حاجه فاش كطرى شي حاجه تلمو كتكون بصح قالت لي عليه شي حاجه وكتصدق كنحشم نجي نقول لها اش دار ليا امشي نسولكم واحد السؤال دابا والله الا عاطفي وفاش كتبتو حسيت به اكثر وانتم في قمه النجاح مثلا في العرض ديالكم اللي دوزتو في الشو حيت تبارك الله كان شو واعر يا ربي نشوفوا كونسيرات اخرين في المغرب ديالكم في قمه النجاح سواء في الشو سواء في شي بروجي ديال حققتو شكون كتفكروا؟ انا زعما اخر مره ماشي اخر مره مي اخر جوج حفلات اللي قبل صراحه كنت فكرت ما جاتني تفكرت دي بيرسون اللي قالوا لي ما عمرك ما غتوصل صراحه هذوك اللي كان جاتني واحد النوم تفكرت اللي كانوا كيبغوا اللي قالوا لك عمرك ما توصل زوينين هاد الناس ديما خاصهم يكونوا في حياتنا درت وانا كنغني الغربال امتى كانوا قالوا لك انت باقي صغير وانت لا ديك الساعه درت واقيلا شي درنا شي جوج الاغاني ولا ما عرفتش اغنيه وحده ديك الساعه باقي في البدايه كانوا في العالم ديال الفن كانوا في عالم الفن وهكا قالوا لك ولا وصلاتك ما وصلتني داك السيد ما عمر ما يوصل كيف يا ما جاتلي في بالي داك النهار قلت مسكين شوفني سلام سلام رسالة واضحة برافو خويا عمر إلا قلت لكم شي أغنية من الريبرتوار ديالكم هي اللي كتحسوا بها نتوما بجوج متفقين عليها بجوج شنا هي؟ تمارة أنا كنقول واقيلا تمارة واعرة تمام غنديروا بها فاصل حيت من مراد الفاصل غادي نديروا تشالنج ما بين عمر ورجاء وتمريه ما تدخل معكم في واحد تشالنج وراجعين شدوا الصون بعد ما نسمعوا التراك تمارة شادين في صون إذاعة أم أف إم كان ضربوا تمارة عارفين الحسادة تابعينا بالنار وبالليل دنيا غدارة واخا تبان لك ضحكة اليوم تقدر في دقيقة تبكيك كان ضربوا تمارة عارفين الحسادة تابعينا بالنار وبالليل دنيا غدارة واخا تبان لك ضحكة اليوم تقدر في دقيقة تبكيك ويي ويي قولهم أمرهم يوصلوا لنا ويي ويي وش حال قدهم يحفروا لنا ويي ويي وخدوز ليا معرفة راسي غمقى يا هي ويي ويي كاع الناس يخرجوا من حياتي شكرا درتهم زي فيما كان زيد كنشوف مرايك القاوم بزاف اللي بغاوني نطيح كاع ما عارفين باللي عمري نحني راسي وخا بجناح واحد نطير ناري ناري شحال شريت وجريت وتشرحت وخبيت وقلت هانيا غنزيد كنا قلبي قريب يجي اللي باغي كيفهمك ويواسيك وعمره ما يخليك انا في انا في مازالين معكم على إذاعة مفاهيم ومازالين شادين ستون مع لي زارتيست ديالنا عمر ورجاء بالمير ولكن راه ما كاينينش بوحدهم بغينا التلال حتى لمريم شديتي بلاصه المتنمر خويا زكريا باش كتحس دابا ملي وليتي زوين واش غنقول لك اخويا ملي حيدي ديك الزغب من وجهك مريم مرحبا بك مريم راه معانا ماشي معاكم صحفيه ديال ستون دابا انا ضدكم ضدكم دابا وصلنا للتشالنج ثلاثه من الحاجه غادي نسولوكم شي اسئله ولكن نتوما جاوبونا بلا ما تقدروا علينا بالزربه ثلاثه من الحاجه ثلاثه الحوايج كيعجبوك في الماكله كدا وكدا وكديه مثلا غادي نبداو مع مريم مريم اصوب ماشي مريم زي ثلاثه الحوايج
انا ماشي ديريت فاش وعكم من هذا انا معاك انا ماشي ديريت لا لا شوف هي الهضره انت راه غداها انا اول مره ندير انا اول مره ندير لونتير راه ولي صباح كلمات مسقطه لا 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 برافو ماشي مشكل انا كنشجعك ولكن ما شجعتونيش انا ضد قال لي مريم شي سؤال ما كاينش من هنا غنجبدو ثلاثه الحوايج كتعرفي بهم المنافقين وخصوصا الناس اللي في الدومين ثلاثه الحوايج كنعرف فيهم المنافقين ثلاثه الحوايج كتعرفي بهم المنافقين خصوصا الناس ديال الدومين اللي كيكون عنده مع كل شيء اللي كيهضر على شي واحد اخر معايا واللي ما كيقولش لك مبروك على الاغنيه لا هادي غتفرشك لا لا السخوطه ديال اش جلستو هاد صافي هادشي اللي كاين برك على جوج برك نحسبو تاع ديال تحسبو ديال مريم مبروك دات لي الشهيه مريم ثلاثة ديال الحوايج عند عمر دابا ولا ابقى تبقي لا عند رجاء ثلاثة ديال الحوايج كتبرر انه عندك الحق تجسي على عمر الى كنت كنحس ان غادي في طريق خايبه الى ما عندكش الحق ما عندهاش الحق تجسس عليا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا لقيت حاجه واحد صافي راه كتخاف هو انا كنحلل كل شيء انا نقدر نتجسس في اي حاجه عندي الحق كل شيء عندي الحق الا شتو ما غاديش مشى هاد الطريق ياك واخا انا مشي عند عمر ثلاثه المرات تنصب عليك فيهم في يوتيوب شنو شنو تنصب عليك فيهم زعما في يوتيوب شنو طرا وشفروا لي فلوس اه ماشي يوتيوب حيت دابا راه باركه معنا يوتيوب ماشي يوتيوب هذا اللي كنهضر عليه يوتيوب ديال المانجر ديالنا القديم المصري خدا لنا فلوسنا اللي هو تا هو براسو تنصب عليه تنصب عليه مسكين زعما هذه كي نصبه تقريبا شي 100 مليون 80 مليون ماشي ماخداش منا تا درهم وحنا 100 مليون فيوز اللي هي واحد تقريبا المهم زيدش ثلاثة يلا ثلاثة واحدة شنو يعاود السؤال حيت تلفتيني ثلاثة المرات تنصب عليك فيهم ومره في واحد الارض ومره تسمع لي ولكن كيفاش واحد الارض حسيت فيك دير يدك ورا ظهرك وغادي يجي واحد الارض كنا المهم ماشي مشكل واحد الارض والاخرى شنو هي العنبابه ديال 47 شي واحد كان خدام معاك في الصالون الله يسامحه يا هذيك الارض اللي فيها 47 مليون وي هذيك الارض اللي فيها 47 اكبر حاجه تنصب عليا فيها باقي شي 150 درهم مع مريم الزين ما كاين زكريا فهمتي مندي مريم انت رجاء ثلاثه الحوايج خاصهم يكونوا في مرات خوك تكون مرضيه مع امي زعما يكون العلاقه مع ماما مزيانه ماشي دير ليها شي حوايج مع مناقره بموتها انا زعما تكون حاكمه فيه خاصة تشد وتخشيه هنا وما تعقلش عليه جمع لي حب وتبن بغيت شنو تاني تشد وتسلخو تملخو عصا تملخو باش لدار لي شي حاجه نقول لها صلخيه لي يا اختي هذا هو الامنيه ديال حياتي الا كنتي الا كانوا فيك هاد المواصفات كنتمناك تباني نقدر نتابع قضائيا وعندي الفيديو نقدر نتابع قضائيا ملي نتعنف هاد الفيديو غادي نسيفي عندي خليه سيد القادره ماشي مرتي واخا ضربتني وانما كرختي هي راه ظريفه راه محرشين راه ما كديرش عمر ثلاثه ديال الحوايج تتقولهم الراجل رجاء المستقبلي ما تمرنش معايا إلا كنتي باغي تكميغار وخرج برا ياك وخاصك تكون مغربي الله تراجع على زهر عندك يغوت كويك كويك عيفض الله مغربي حيت ما كيعرفش يهضر بالفرنسي حتى شنا أخرتو غتجيبو كمياي حيت ما كيعرفش يدوي لا بالفرنسي لا أونجلي خاصو مغربي الله ينزل مع الأرض الواقع مي أر يو توكين أباوت مي قاري لا كاين كاين اكسكيوز مي فروم دي اس يا درب السلطة لا 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 عمر ثلاثة المرات تعتقلتي فيهم في العالم
حيت ما عندكش اعتقال محلي في العالم. في الكويت. علاش؟ حيتاش سقت بلا بيرمي وانا ما في خباريش. وي ثلاث ايام تعتقلت فين عاوتاني؟ في دبي. علاش؟ وي في دبي. مرة اخرى. علاش في دبي؟ علاش دبي؟ حيت ماشي تعتقلت، اعتقلوني في ديك البلاصه اللي ديال لاكوا بارك. واحد النوبه كنت باغي كنبدل قدام الناس وانا ما مخباريش، قلت يلاه كنتفتح على العالم. سيد عبد الرحمن واخد راحتي، شاد الفوطه شاد الفوطه داير لها خليج كون كفو كيقولوا لي جايين جايه جوج دوز معاك. والثالثه واقيلا شي بلاصه في المغرب ما معقدش فين. لا هذيك انا اللي في المغرب. هذيك تي تي دوز الحبسه هاي هي وديك المقدمه راهي المقدمه الفاشله. انا قسما بالله ديما مجروره راه كنطلب بريء. قسما بالله انا كنطلب ولكن دخلنا انا وياك. لا ولكن السيلون دخلنا لي انا وياك. لا ونسك عليك انا ونسك. وعلاش دخلوا السيلون؟ لحقاش كيتجسسوا على خوم. لا هذيك المره احنا كاينه مره اخرى. ستري الله يفضحك ستري. محابسين مهاراتكم عرفتي ولات كتقول البوليسي انا تعصبت تقول لي لا راه فيها السكر وكيقول احنا ما كنعرفوش السكر خاصها تحترمنا. كتقول لا شاف الله وهي باغا تخرج مسكين. بصح مريم باينه كدير دور الام. اي والله تدخل هذا السيلون تاع المدينه اللي دايز من قدام الطرام من غير سيدي رجع واختي رجع. شوفي شوفي دابا هو خرج بلا بقات لينا عكاشه ما دوزناهاش دوزنا كلشي. شوفي السبب هو انه حنا تابعينه هو خرج وما قالهاش لينا هو ما فين غادي قال لنا ما عرفتش. حنا هز الطوموبيل تبعناه دخل لواحد البلاصه هنا في المدينه وحنا نتمو سدينا الطوموبيل وتمينا غادي هو يخرجنا بوليسي من وسط الطوموبيل سيفيل مطافي الضوا وكلشي. اش كديروا؟ واش دابا بوليسي تبارك الله شحال القرايه غيطيقني الا قلت لي راه تبع خويا. قال لي هو يجبد التوكي ويقول لي تحياتي تجيو لعندي البلاصه الفلان الفلانيه جاو انا وياه دخلونا انا وياه وكل ما كان خوهم انا ما درت والو انا هادي عرفتي داك النضاليه ما تبردش الفوق عرفتي كتشعل تخيلي انا باغا نبرد باش نخرج بحال هكا وهي كتشعل لي معاها وانا بقيت غنسكت كنطلب يا ربي غنسكت ما كتبغيش تسكت كنبغيها تجي تسخف تسخف تموت غير تسكت ما نخرجش والو. وكون ما كانش خوها ان شاء الله هو اللي جا خرجنا احسن اخ في العالم. برافو عمر والله والله قول لي ما كنعرفهمش كانوا بغاو يشفروني. انا خارج اشي انا نضربها شهر هي اللي غتضرب اكثر مني. ما غادا معاها جراني مختطفاني. لا تكوين عصابه تقسموا تقسموا لا ما تخافش عليا نلصق لها المونتي فيا. والثالثه المغرب تا هو عاقل المغرب ولكن هذيك دخلها غير باش يشوفوا يقلبوا واش حيت كان جايين واحد السلعه من طنجه وهما شكوا في ديك السلعه اللي كان جايين حقاش قالوا باش تنقنيقه بلي راه شي واحد جايب شي سلعه من طنجه فهما شدوني قالوا لي اجي غادي ما قلتيش ديك الحوت العمى لا بالين لا بالين السجينة لا قلت انا سمكه. مريم سير يا مريم سوليو مريم سطيوني بهاد الحلقه بالميرس فاميلي. عمر ثلاثه الحوايج ما كيعجبوكش في رجاء ثم كون قلتوا لي 10 عندها جوج ديال الوجوه مره هوك مره هوك. لا 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 سي سي لا انا دابا غنخرج من الاعلام وغنبرك حداك. لا 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 ما كتقصد زعما بيبولير مثلا سكيزو. لا انا ما خصهاش تقال انا درامي عندها جوج الوجوه بمعنى انه لا قالت لينا غدا غادي نمشيو للبحر غدا كتقول لنا ما قلتش لكم غنمشي للبحر. هذه هي بالنسبه ليا ديالي عندها جوج. لا عندها جوج شخصيات بغيتي تقول رجاء ورك على هذا البحر هذه غنورك عليها لحقاش يلاه طرات ضره بتنبت هاد الفكره غتبقى هنا واخا انت شوف قول عندها جوج شخصيات تقول عندها جوج شخصيات جوج شخصيات عندها 17 زائد انها متعصبه بزاف و حنينه ولا شكون قالها؟ اسحبي الكلمه ديالك حنينه معذره
مع امها وبا اما مع خوها وداك التليفون واه داك التليفون عاجه في الشرب باش تعرفوه ما عندكش الزهر اختي والو اختي ما عندكش تقول حتى في خليه نضربو يا ما عندي والو صاحبتي والله كان انا اللي ما كيعجبونيش كلوتو حنينه حنينه واللي ما كيعجبونيش هاد الحنينه غندخلها في اللي كيعجبوني حيت حيت لا 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 تسني البوسه والله لا كاينه صافي والثالثه هي انها صراحه كتسرع متسرعه الاراء ناري باينه جايه رجاء اشنو ما كيعجبكش في عمر يعطيني نفس السؤال رجاء رجاء شنو ما تيعجبكش في عمر اخبارك انت خاصك تخرج من الخدمه هاد السؤال ما كاين ولكن مريم بقيتي فيها بالضبط سميتك مريم عندنا حنا مريم دوك تقدري تمشي تقدري تنصرفي لا بس كده ما عندهاش الزهر لا تحكم تحكم الضيف في سؤالها الضيف تحكم في سؤالها خطا مهني جسيم تنتين في صاميه في الشخصيه اللي كيعجبني ما كيعجبنيش فيه عافاك باقي عندي ما يدار نساليه نمشي ماشي مشكل هو عنده انفصام في الشخصيه هو بيبولير انا الا كان هو ما عارفهاش اش كتعني لا سي با غراف انه واحد كيكون جالس معاك وتيولي واحد اخر معقوله معقوله سيري كملي الثالثه والسابعه سيري الثانيه انه عفاسي ما كيقولش اسمح لي الا غلط في شي حد زيد ما كيقولش اسمح لي ثالث حاجه ما كيسامحش بسهوله انه حقود الا درتي لي شي حاجه لا لا حقود ونوقف عم كيسامح حقود ونقف عطيني الجاكيطه لا 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 يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ تقولي انا حقود لا 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 انا نوريك حقود بغا يلبسها صافي هي من ناحيه هي من ناحيه حقود نقدر نقول لك واحد 10% كاينه 10% ماشي حقود حقود زعما ملي الا شي واحد دار معاك شي حاجه ما كتسامحش صعيب كيسامح صعيب باش يسامح عمر باش يسمح لشي واحد راه صعيب بزاف انا كنشوف ديفو انا كنشوف العزه ديالو عنده باش يقدر يسمح ليه وي وي انا كنشوف هذا ديف تلاقاو عليا دابا بغيت نعطيهم واحد السؤال وكاين ليهم بجوج ممكن ثلاثه الحوايج عشتوهم انا عارفكم رجويين ثلاثه الحوايج ما عمركم ما تنساوهم مع الراجا الريمونتادا المونديالتو ديال 2013 الحاجه الثالثه هي نهار مشى واحد الرئيس كاس العرش هو اييه كاس العرش مشى واحد الرئيس من كاس الرئيس هادو حوايج زوينين مريم رجاء ثلاثه الحوايج عجبوك في تجربه التمثيل ثلاثه الحوايج عجبوني في تجربه التمثيل لا كونيكسيون ديالي مع الكاميرا و القيمه اللي ضاف ليا في المسيره ديالي زعما حيت مع فنانين كبار و شنو ثاني والفلوس كانوا بزاف كانوا احسن من المسلسلات ديال المغرب ما مثلتش انا في المغرب باش نعرف مي كانوا فلوس تبارك الله انا بالك. الصراحه على ما سامع المغرب التمثيل ما فيهش فلوس عمرك شي عندنا شي ممثل كيعيش البدخ بصح اغلبيه الممثلين مساكن كيموتوا ما عندهمش باش كيداوا المغرب ما فيهش فلوس في التمثيل اغلب الممثلين كيوصلوا لان سيرتان اج تيبداو الى مرض مسكين ما تلقاش باش يداوا ما كاينش بصح على ام اف ام دابا تحدي لقى ديكس ديكس هو الديسك بلغتنا القديمه خصهم ما كيعطيكم واحد الكلمه نتوما كلمه خصكم تلقاوها في شي اغنيه كيما بغات تكون ديك الاغنيه ماشي بضروري هي اللي فكروا فيها وكذلك العكس ثلاثه المحاولات لكل فريق فمثلا نعطيك مثال بسيط مثلا الخبز خبز الدار ياكلوا البراني ها انت لقيتها في اغنيه اوكي نبداو معاهم هما ولا هما شكون ابدا معاهم هما انا اللي فهم دابا واخا خويا واخا خويا عطيهم كلمه الحلوى حلوياتي حلوى لا الحلوى لا
حلولو هذه بدا اصلا وكل عطينا حلويات ما كاينش راه اخترعها اوكي حلويات الحلولو تيك 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 الحلوه 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 تيك 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 الحلوه الحلوه بدات علينا الصداع دابا يقول لنا غريبه واش بديتي بلاتي بلاتي فما فار فما فار هذه اغنيه ماشي اغنيه ماشي مشكل لا أغنية. لا ماشي ديكس لا سمح لي شكون المغني ديالها عطينا اسم المغني الملحن والكاتب هذا هذا مغني موزيق. جزائري جزائري سميتو وتي سكسي كذاب والله الا بصح سكسي بركه الحلوه صعيبه الحلوه ما لقيتوهاش الحلوه صعيبه لا صعيبه صافي خسرته يلا قولوا لنا شنو شنو ما عندهمش راه ما عندهمش لا خاصكم تكونوا عارفين الاغنيه فهمتوا خسرته لا خسرته ما كانش عارف لا ما سوقيش لا ما كناش عارفين كيفاش هي خدامه معاك ما قلتوهاش تقول لي ما كانش عارفه لا ما كناش عارفين اسمح لي ما كناش عارفين خصها تكون ضروري في اغنيه الا ما كانتش كتمشي النقطه ديالكم الخطأ ديالي خطأ ديالي انا ما صرحتش لهم هذه القاعده خطأ ديالي هما اللي يقولوا لكم يلا قولوا لهم سير عمر كان تيق فيك مي مي القواش جراح جروحي وآلامي كان جراحي جراح جراح 15 ثانية جراح هو اللي يقول على جرحي جراح أويل كاين أغنية عراقية سالات سال الوقت سير عمر حبيبي هجرني وراه وفين يجرح بابو ما بقيت لا تا اوي غن لا 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 هذيك اللي حداه عطيه الاغاني مكتوبين والوراق حدا من الوراق لا حيد لهم الوراق كيتفقوا على الكلمه لا لا حيد لهم الوراق غشوا غشوا ديري شازام ما تقولش لي خط عمر ولا ماشي خطو هو اللي كاتب الراس لا لا صافي خسرتو صافي غني 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 ما سمعناهاش ما سمعناهاش بروف ديال جراح قلتها عاود 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 حلف داويت جراحي بجراحي جراحي بجراحي ولا حد سول فيا جراحي جراح ماشي جراح بجراح داويت جراحي بجراح داويت جراحي بجراح جراحي بجراح ولا حد حن عليا برافو برافو سبورت كاين واحد دريات متى في ردوس قديم واحد زيرو يلا سيري راجع رجع التليفون لا تقدر تقلب على اغنيه غير هي فاش طرحوا على نتوما السؤال ماشي التليفون واه العنبر اتاي بالشيبه اتاي بالشيبه اتاي بالشيبه اتاي بالشيبه اتاي بالعنبر اتاي بالعنبر اتاي بالعنبر اتاي بالعنبر سيدي اتانا وهالكاس حلو شربوا دابا ولا تل من بعد لا حول ولا قوه الا بالله راه قلت لك ريت دماغ غادي يجي مع الدماغ ديالك حنا تحقرينا في المحاوله الثانيه ديالكم جوج نعطيه ان شاء الله يكون خير شحال كاين من سؤال دابا باقي محاوله ديالهم جوج باقي لهم هما جوج وباقي لكم نتوما وحده خاصكم تجاوبوا عليهم بثلاثه باش تربحوهم نفسي 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 افهم لي ما بيتش بحبك زي الاول واهرا واهرا يا دي مش مشكلة برافو برافو لا انت مبسوط شتقاو زيرو 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 زوج الواحد انا خايفة من الريمونتادا زوج انا خايفة زوج الواحد عطيني يلا صعبوها باش تربحوا نقطة اخرى وتوليو تعادل برتقال 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 البرتقال لا كنحط ماشي تكتبي اغنيه اجد لي اغنيه البرتقال في اليوتيوب واش كنقولوا حنا الله يحمي لك الوالدين اسيدي عندك شي برتقال قولوا سكوت البرتقال مني منك كل البرتقال برتقال مني منك كل الفواكه مني منك كل البرتقال البرتقال كنت تعمل الأغنية ليسي ليسي
سي هو الكوليج هذاك التمرقه ما كايناش هاد الاغنيه ويلي ما كايناش تخوك انا راه سحبت ملحين صح انت وراه سحبت كايت كلشي منك البرتقال وانت كنشطاك الشيخه تخلي السي زعما انا ما كنعرفش كلي والله انت برافو عليك اخو برافو عليك كاين كاين مسخوط بدي ديال الاغنيه دير شي وحيده ديال البطاطا جبدي الاغنيه بحبه دارا 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 واللي مش عاجبه البرتقال بحبه وراي اللي قلت لا لا برافو 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 اللي قلت داري داري راسا جبدي الاغنيه جبدي لي الريموت ديال من ديال من الريموت ديال من صغير شي حنا هي اللي قلت لك ما نبغوش خلف دماغنا هذه اللي قال ديال سعد الكبير انا قلت ليسي كنا متواضعين معاهم في الاول متواضعين جوج لجوج هما المحاوله الاخرى يعني الكره يعني الاخرى واحد فيكم اللي غير بح يا هما يا نتوما يلا الدات الدات دوت اوكي احسب لي 15 ثانيه واخا يا كامل الدات يا جميل الاوصاف يا كامل الدات يا جميل الاوصاف انت كتقلب في التليفون وتعطلوا في الوقت كيفاش تعطلنا في الوقت رجاء انا غنمنجي عندك لا خويا لا ماشي هادشي ماشي قانون التليفون خويا راه هذه ما المدير قالت لي شدي التليفون الله يستر عليك اسيدي انت مزوجه وعندك ولد ايوا هي امتحيت بنت 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 الله يستر عليك ووضع عمر ووضع عمر عطيني التليفون شوف 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 عاودوا تعطوها كلمه عاودوا تعطوها كلمه لا 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 شوف لا اسمح لي لا تحط التليفون ما قلناهاش ما قلبناش عليها خويا لا لا ماشي معقول هادشي شوفي شوفي مريم 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 نقول لك واحد الحاجه شوفي هما شحال كانوا في الاول جوج زيرو خليهم يربحوا والله راه تياخذوا بزاف ديال الوقت خليهم يربحوا لا ما شغلناش هو كان قال معلومه راجل وحده راه هما فيهم فهمتي راه قوامون على النساء راه جوج نساء راجل وحده جوج نسوات راجل وحده وشوف جوج نساء ناقصات بعدا حنا ربينا وحده واخا بلاش رجاء تعاود تغني لينا شنو تغني ماشي مشكل يلا هذا نفس اللحن يلا بلاتي يلا يا كامل الدات ترارارارارا لا يا تخليجي غدا تخليجي غدا تخليجي والله تخليجي غدا تخليجي انا ماشي سخنه حنايا كنصبوا غدا تخليجي دابا ولا مصر سبحان الله واش سيدة والأخت ليلى راه باقا شادة في المصرية يا جماعة يا جماعة ماشي سوقنا حنايا حنا قلنا الجملة دابا هي هذه الكلمة هذه وهنا شوف خويا المخرج خويا فما فار لا خويا حنايا توانسة ما عندنا خبار والله ما نزيد مع أغنية أخرى بالله أنا حلفت لا لا شوف ومن هنا ديريكت غنخرج الباب قلت له حتى هي حلقتنا هنا مع السلامة عمر خويا لا لا عمر كيبغي يلعب الحق ديالك خير جا غصبر فما فار لا 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 الفار ما كاينش لا وبلاش شوف حط هاد شوف التليفون تبارك الله ها ها لا شوف ما كنديرش شي حاجه انت حطيه دير من هاد الاغنيه ملحون رخيت شناهي رخيت 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 رخا رخيت جالس لي في السبا رخيتي انا المغنيسيوم انايا لا لا عندك 15 ثانيه ما بقيتش انا دماغي مابقاش انا مع هذا الشيء حطي داك التليفون حنا كنشوف فيك حنا يا خويا حنا يا ضد اصلا بغينا الدات الدات خويا ارجع بيا الدات رخيت 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 يا كامل يا كامل الاوصاف اذا هنا كيكون عمر ومريم هذا عيب هذا عار ام اف ام في خطر هذا عيب هذا عار ام اف ام في خطر شنو هي الخيط عطيني الخيط هذا كاتب هذا اللي كاتب الخيط اسمعي الخيط انا مليت انا مليت الايام اللي مشات انا عيت وتقول ولا لي عطات انا ساليت انا صافي مرضات للذات انا رخيت اللعب دنيا ديري اللي بغات تحيه الاحلى مريم ومريم ومريم اللي بركه حدايا ماشي لي لي انا ماشي مجد الكلمات كاينك شتي شوف بالا لا تقدر تقدر تعلل الفوز ديالك بالفم ديالك كامل هي تحفظ وهي تكرد وتحنش وتما راه دايرها السبوب دايرها تما تكتب داكشي القيو اي اي داكشي شنو وضعني من فين درتني شحال بلاتي هذه راه تلقاي دارت صغير صغير والحلقه راه غتشالين جد الريات راه غتشالين ماشي
مشكل نهائيا. شوف بغيت نسمع الفوز، بغيت نسمع فمك بكل روح رياضيه. لا ماشي مشكل، ماشي مشكل، فوز غير مستحق. شوف لا لا فوز غير مستحق. كنتم ابطال من غير ميداليه، احنا ابطال الحمد لله، شرفتم الوطن وبكل روح رياضيه. الانتصار لعمر ومريم. سميتي كاينه تما مش عارفه مريم هذيك ماشي مريم اصوات ياك على الراديو. كلمه للخصم ديالكم بكل روح رياضيه. لا لا فاشلين فاشلين. رجاء كلمه للخصم ديالكم. نقاله نقاله شنو غنقولوا اليوم؟ كلمه على الانتصار. انا فاش قلت انا فاش مكيته راه داير مكيته. انا فاش فاش شفتكم بحال هكا منرفزين انا رخيت. كانت حلقة واعرة معكم رجاء وحق الله نزيدوا شي ساعة صافي طوبي ساعة نشوف تاكسي بيض. كلمات كلمات ختامية ديالكم ليكم نتوما. والله شكرا بزاف على الاستضافة. وفرحنا بزاف حيت فرحت انا بزاف حيت انا معكم اليوم ودزنا بحال جالسين مقصرين مع بعضياتنا. شكرا للام اف ام، شكرا للطاقم العمل الكامل اللي حدانا اللي برا في لا ريجي. وهذا عيب هذا عارفيني فين في خطا. مريم مزوب شكرا بزاف لك، شكرا انت كلمه للجمهور ديالك الناس اللي كيبغيوك. أيوة البنوته ديالك الله يخليها لك. امين يا ربي. ونقولوا للناس شكرا على الناس اللي كيتابعونا وكيبغيونا والله يخليهم لينا. لا برافو برافو. انا عاجبني نقول لهم وانا خاسره نجي حمر دابا انا صافي طيحتوا ليا الريتش طاح. انا كنبغي نشكر الطاقم التقني كامل على هذا العمل الرائع وعلى هذه ليميسيون الخطيره اللي صراحه خلاتنا كاملين نكونوا كنضحكوا مع بعضياتنا ونحسوا بواحد التفاعل جميل ما بين الناس كاملين اللي كاينين متواجدين هنايا اليوم. فكنبغي نوجه واحد التحيه للوالدين ديالي، بغيت نقول لهم كنحماق عليكم وكنبسط عليكم بما هذا. فكنبغي نقول حتى لمريم حتى هي تبارك الله عليك حيتاش كدير فيا ستوري وغتشوفوها ان شاء الله في سناب عندها. كنبغي نقول لك شكرا ليك، شكرا ليكم، شكرا الناس كاملين وتصفيقات تصفيقات. شكرا شكرا للمريج عدود الزبيدة المعاد الدراري زكريا اللي مريض الله يشافيه غدا زكريا الغفولي تاهو. تحية زكريا الغفولي تاهو واخا ما معناش بصح بصح. شكرا للحضور اللي ما باش معنا، شكرا لك ماريا زعدود، شكرا لك علي ماريا، شكرا معاد، شكرا معاد، شكرا حتى الناس ديالكم لانهم كانوا بزاف كيبارطاجيو معنا ديال الكومنتس وكيقول لنا بغينا نشوفوا رجاء وعمر وعندكم في ستون وشدوا معاهم ستون. فالحمد لله حلقه قدرنا نديروها بمجهودات ديال كل شيء. شكرا لكم بزاف. كنشكروا حتى اللي ما حضرش معنا في بلاطو، كنشكروا زكريا قدور، كنتمنوا ليه بالصحه، عرس مبارك سعيد. سيد شنو كتقول لي لا مريض واش مريض؟ كلا في مراكش بصح الواحد اللي وقع عليه وقع عليه الله يسهل عليه بداكشي اللي اختار. لا بصح الله يشافيه الله يشافيه مسكين، هو عنده حساسيه في المعده ديالو. شكرا الدراري اللي مكيبانوش لكم، شكرا زكريا مدني، شكرا رحيمه، شكرا مريم، شكرا عشيري، شكرا مرت المدير ديالنا، شكرا صافي. وكنقول لكم في كل جمعه بقاو شادين معنا ستون حلازم. بلاتي بلاتي واحد قبل ما نمشيو قالوا شنو طلب تاع ديالاش زواج رجاء تمشي من هنايا مطرقه ايمي فيم في واو. طلب من عند لاريجي الناس لاريجي ورحيمه قالت لك عافاك ساليوا الحلقه بهلا بريحه هالي. اويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي اويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي هلا بريحه هالي هلا باللي إلي هلا بتالي العمر هلا هلا بالأولي هلا بريحة هالي هلا باللي إلي هلا بتالي العمر هلا هلا بالأولي. على MFM.